طيب احنا النهارده هنتكلم على اللايت شويه او هنحل على اللايت شويه بالنسبه للناس اللي هم كانوا اتفرجوا على الفيديوهات. في حد عايز يسال على اي بارت معينه سواء في الريفلكشن الرسمه بتاعت الريفلكشن او الريفراكشن ريفراكتيف اندكس الكريتيكال انجل التوتال انترنال ريفلكشن الحاجات دي كلها؟ في حد عنده سؤال قبل ما نبتدي نحل؟ مستر معلش حضرتك، هو الريفراكتيف اندكس انا عندي فيه سؤال. قول. هو انا بعمل سبيد اوف لايت ان اير اوفر سبيد اوف لايت ان ميديوم، حتى لو هو قال لي ان اللايت ده بيباس من الميديوم للاير، صح؟ لو قال لي ريفراكتيف اندكس اوف ذا ميديوم، في حاجه تانية اسمها ريفراكتيف اندكس اوف لايت، دي بشوف مين الانسيدنت ومين الريفراكت. لكن لو قال لي اوف ذا ميديوم دايما بحط الاير فوق والميديوم تحت. تمام، في التو رولز. في التو رولز، سواء بالانجل او سواء بالسبيد. اوكي تمام، شكرا يا استاذ. في حد عنده سؤال تاني؟ طب ابتدي ولا لسه بتفكروا؟ حد يرد عليا. طب انا لو استنيت حد يرد عليا ما حدش هيرد. طب مستر سؤال. لو عندي سؤال في الدرس اللي قبليه اللي هو بتاع الساوند ويفز في الشات. اوكي، وعايز ايه؟ بيبر 4 كويشن 19. ثانيه واحده. طيب افتح. اي سؤال؟ بي. Okay, describe with a label diagram an experiment using water waves that shows the reflection of wave fronts. احنا قلنا كان في اختراع كده اسمه ريبل تانك. خليني بس اكبر دي. الريبل تانك ده تقدر تشوف فيه ووتر ويفز، فانت عندك دلوقتي هترسم له ريكتانجل كده وتشاور عليه وتقول ان ده ريبل تانك. برضو في مشكلة في الرسم. سوري معلش، القلم بيسرح لوحده. يا الله. ادي ريكتانجل كده، هتشاور عليه وتقول له ده ريبل تانك، وهتقول ان انت عندك مثلا حاجه هنا كده سورس اوف بلين ويفز، تسميها تشاور عليها وتقول اوسيليتر. ده بيعد، ده الحاجه اللي هتطلع الويفز، زي مسطره خشبه كده عماله تطلع وتنزل. انا باصص على الريبل تانك من فوق. طيب انت عايز تشوف الريفلكشن اوف ذا ويفز، هتحط لي بارير مثلا كده. مش الموضوع ده صعب. تحط بارير كده في وسط الريبل تانك وتقول ان الويفز هتخرج من الاوسيليتر وهترفلكت من عند البارير، وهترسم لي عليها ويف فرونتس بس. يعني دي هنا ترسم ويف فرونتس شكلها كده، وتيجي تخبط هنا وهترفلكت كده. الويف فرونتس دايما بتبقى عامله 90 ديجريز مع الدايركشن اوف ذا ويف. في مشكله؟ تمام، شكرا. انت عندك دلوقتي ده ريبل تانك، الريكتانجل الكبير ده اللي على الشمال دي، ترسم له ريكتانجل تاني وتقول له ده اوسيليتر، وترسم له شكل الدايركشن بتاع الويف وهي رايحه وترفلكت تاني من على بارير، فانت هتشاور برضو على ده وتقول له ده بارير. تمام؟ تمام، شكرا. اوكي، في حد عنده سؤال تاني ولا
ادخل في اللايت. طيب انا عندي دلوقتي question 1 بيقول لي in an optics lesson a physics student traces the path of three rays of light near the boundary between medium A and air. فانا عندي دلوقتي فوق في air وتحت في medium تاني غير ال air, which means ان انا هنا ال speed by the way 3 times 10 to the power of 8 meters per second, بس انا ما اعرفش ال medium التاني ده ال speed فيه عامله ازاي. طيب قال لي ان انا عندي since use a protractor to measure the various angles figure 8.1 illustrates the three measurements. By the way, الانجلز اللي انا بقيسها هي مين؟ ال 90 degrees على surface ده اللي انا بسميه النورمال. الانجل اللي انا مهتم بيها هي الانجل دي. فانا في كل كيس من دول انا هقيس الانجل من ال 90. دي الانجل اللي انا مهتم بيها. دي الانجل اللي انا مهتم بيها في كل رسمة من دول. طيب بيقول لي السؤال اللي بعده بقى. بيقول لي state which is the optically denser medium. A ولا الاير. احنا دايما by the way الاير هو least dense medium بالنسبة لي. الا لو قال لي ان في vacuum. والvacuum تقريبا زي الاير. طيب انا دلوقتي مين المور dense medium هقول له A. يقول لي and how you can tell this. دي الفكرة. من الرسمة دايما هلاقي الانجل من النورمال في الاير اكتر من الانجل من النورمال في الميديم. فدي الاجابة بتاعتي. هقول له ان انا عندي دلوقتي الدنسر ميديم هو A. A is denser. لان الانجل in air greater than the angle in medium A. دي الإجابة بتاعتي. طيب بيقول لي state in which medium the light travels faster and برضو how you can know this. طب أنا عندي دلوقتي لو قلت له إن أنا عندي air وmedium, إحنا قلنا speed of light in air دايما 3 times 10 power of 8, وأي حاجة تانية غير الاير والفاكيوم دايما بتبقى slower. فأنا متأكد ان الاير عنده سبيد اعلى. طب هعرف كده ازاي من الرسمة؟ اقول له وانا خارج عملت bending away from the normal. فده اللي انا هكتبه تحت. اقول له دلوقتي faster in air because light bends away from normal going to air. طيب بيقول لي عايز يعرف الكريتيكال انجل. الكريتيكال انجل دي كانت بتحصل امتى؟ لو انا عندي ray of light خارج من dense medium ل less dense medium وعندي ادي normal اهو, الكريتيكال انجل دي كانت هي الانجل of incidence لما يكون الray of light طلع parallel للسيرفس. يعني الانجل بره في الاير تبقى 90 degrees. دي الانجل اللي انا بسميها critical angle. الانجل of incidence لما يكون الانجل بره في الاير 90 degrees. طب نشوف هل المنظر ده موجود في الرسومات اللي هو الدهاني ولا لا. اه موجود حاجة قريبة منه. دي كانت تقريبا عاملة 90 degrees بره في الاير. اقول انا عندي critical angle دي اعرفها ازاي. لو جيت اخد الريدنج بتاعتي من الزيرو ده اقول دي تقريبا 48 degrees ودي 90 degrees. فانا هعمل 90 degrees minus 48. نعمل 90 minus 48 تطلع 42 degrees. طب ال 42 degrees تقريبا طلعت لي parallel. يعني لو زودت degree كمان ممكن تكون هي دي الانسر. بس لو by the way كتبتها 42 مش مشكلة, هقول ان هي دي الانسر مفيش مشكلة. أنا ممكن أقول له 42 degrees, 43 degrees اللي هي تقريبا طلعت لي الـ ray of light parallel للsurface. طيب, state the full name of what is happening in ray 3. In ray 3 أنا المفروض عندي medium transparent, بس بالرغم من كده الـ ray of light ما طلعش بره, رجع جوه تاني. و
والانجل دي قد الانجل دي. حد فاكر دي كان اسمها ايه؟ حد فاكر اللي حصل ده كان اسمه ايه؟ Total internal reflection. Total internal reflection ده اللي انا هكتبه ده. معلش السبيس قليل بس انا هكتبها له. طيب بيقولي دلوقتي the refractive index of medium A اللي of medium. Of medium بيبقى air فوق وميديم تحت. لو قال لي of light لازم اشوف مين الانسيدنس ومين الريفراكتيف، مين اللي داخل ومين اللي خارج، اللي داخل فوق واللي خارج تحت. بس هنا قال لي ميديم ريحني يبقى اير دايما فوق وخلاص. طيب قال لي ان ده الان الريفراكتيف اندكس، عايز يحسب فاليو فور ذا انجل اوف ذا ريفراكشن اوف راي اي. طب هو مين الانجل اوف انسيدنس اللي في راي اي؟ خلي بالكم الراي داخل من هنا يعني دي الانسيدنس. طب دي اللي في الميديم يبقى دي اللي تحت. طب الانجل اوف ريفراكشن هي اللي خارجه، دي الريفراكشن، دي اللي في الاير يبقى دي اللي فوق. طب الانجل اللي في الميديم تحت كام؟ انا عندي تحت هنا الحته دي 90 والحته دي بتقرا 55. يبقى ننزل ونكتب الايكويشن الاول. ان ايكوال ساين الانجل اللي في الاير على ساين الانجل اللي في الميديم. طيب يبقى 1.49 equals sin الانجل اللي انا ما اعرفهاش دي اللي انا عايزها الانجل اللي كانت في الاير على sin الانجل اللي في الميديم اللي هي كانت 90 minus 55. نقدر نجيب الاول sin r بكم؟ نعمل 1.49 times sin 35. times the answer تطلع 0.8546 حاجة. احنا قلنا اول ما الاقي عندي الانجل طلعت 0. حاجة يبقى انا نسيت اعمل shift sign. فانا هعمل shift sign answer عشان اطلع الانجل مش sign الانجل. الانجل هنا تطلع 58.7 degrees. ممكن اقول ان هي approximately 59 degrees. في مشاكل هنا ولا ادخل على السؤال اللي بعده؟ لا حضرتك ممكن تعيد احنا عملناها ازاي؟ انا عندي equation ان refractive index equal sin الانجل اللي في الاير على sin الانجل اللي في الميديم لو قال لي refractive index of medium صح؟ اه في مشاكل في دي؟ لا تمام. طيب انا عايز اعرف مين الانجل اللي في الاير ومين الانجل اللي في الميديم. اشوفها على الدايجرام. ادي الميديم كانت تحت والاير كان فوق صح؟ هو كان قال لي عايز يعرف الريفراكتد اللي في الاير يبقى اللي فوق هو الانون بتاعي. طب تحت لازم احسب الانجل من النورمال. طب النورمال كان عامل 90 degrees والانجل دي هنا لما جيت اقراها طلعت 55 degrees. فانا هعمل 90 minus 55 عشان اجيب الانجل اللي تحت بكام. في مشاكل؟ وبعدين عملت substitution في الايكويشن على طول ان الريفراكتيف اندكس اللي هو اداهوني 1.49 ايكوال ساين الانجل اللي في الاير اللي انا ما اعرفهاش اوفر ساين الانجل اللي في الميديم من النورم. تمام؟ تمام. بعدين وديت الجزء اللي تحت ده تايمز ال 1.49 الناحيه الثانيه. فده اداني ساين الانجل اللي انا عايزها. بس عشان اجيب الانجل نفسها اعمل على الكالكليتر ادوس شيفت وبعدين ساين وبعدين انسر. تمام كده هيجيب لي الانجل نفسها كام. طيب بيقول لي the speed of light in air is 3 times 10 power of 8 meters per second. هو كتبها لي بس انا المفروض اصلا اكون حافظها. عايز يعرف ال speed of light in the medium. كان عندي برضو relationship in a refractive index. In a refractive index equal speed of light in air over speed of light in medium. مين من الحاجات دي عندي؟ Refractive index of the medium الدهوني 1.49. The speed of light in air الدهاني 3 times 10 to the power of 8. يبقى كل اللي ناقص لي ال speed in the medium. أحط speed in the medium subject يبقى ال speed in the medium هي 3 times 10 to the power of 8 over 1.49.
الانسر دي تطلع تقريبا 2.0 times 10 to the power of 8. اليونت لازم اكتبها دي سبيد يعني متر سبير. في سؤال؟ في مشاكل في الحتة دي؟ مستر انا عندي سؤال. هو انا متعود ان انا اكتب متر سكند فور نيجاتيف 1 هيعمل لي مشكلة؟ مش مشكلة. اوكي شكرا. اوكي السؤال اللي بعده لينسز. احنا كنا قلنا في اللينسز عندي 3 rays لازم احفظه. لو عندي ادي اللينس ادي السنترال لاين بتاع اللينس. لو في ray ماشي parallel للprincipal axis اللي هو ده هيروح على الفوكس بعد السنترال لاين دي الفوكال بوينت اللي هو هنا بسميها F1 و F2. طيب لو عندي ادي السنترال لاين بتاع اللينس وادي principal axis كان في بوينت كده في النص اسمها اوبتيكال سنتر. لو عندي ray of light رايح ناحية الاوبتيكال سنتر هيكمل على طول مش هيحصل له اي حاجة. وكان عندي ray تالت لو ده السنترال لاين ودي البرنسبل اكسس وده الفوكال بوينت من الناحية دي وده الفوكال بوينت من الناحية التانية. لو عندي ray of light عدى على الفوكال بوينت وراح لللنس هيطلع من الناحية التانية parallel للبرنسبل اكسس. دي عكس بعض. اللي بيروح parallel للاكسس بيطلع الناحية التانية ناحية الفوكس. اللي بيجي من الفوكس يطلع الناحية التانية parallel للبرنسبل اكسس. طيب السؤال هنا بيسألني على ايه؟ يقول لي figure 8.1 shows a thin converging lens. The two principal foci are shown. طيب يقول لي a vertical object 2 centimeters tall is to be positioned to the left of the lens. يعني انا هحط object في المنطقة دي. وقال لي ان طوله vertically كده 2 centimeters. With one end on the principal axis. يعني التيل ده احطه على البرنسبل اكسس اللاين الهوريزونتال اللي هو رسم. طيب الاول بيقول لي draw the object in a position which will produce a virtual image. الفيرتشوال ايمج دي كانت بتحصل في كيس واحده بس ان لو انا عندي ادي اللينس وادي التو برنسبل فوكاي بتوعي لازم احط الاوبجكت ما بين الفوكس وما بين اللينس. فانا دلوقتي لما اجي يقول لي حط اوبجكت وعايز virtual اشوف الفوكال بوينت بتاعتي فين والسنتر بتاع اللينس فين ويبقى انا هحط الاوبجكت بتاعي في الحته دي اي حته في الحته دي ما دام قال ما قاليش بوزيشن معين. عاده الاوبجكت بنرسمهم اروز. طب انا هرسم الارو بتاعي وقال لي لازم يكون طوله 2 سنتيمترز. هحط المسطره بتاعتي وقيس 2 سنتيمترز فيرتيكالي لفوق. انا طبعا ما عنديش مسطره انتوا عندكم مساطر تقدروا تقيسوا 2 سنتيمتر بسهوله ما فيهاش مشكله. فانا كده حطيت الاوبجكت بتاعي بحيث انه يديني فيرتشوال ايمج. طيب قال لي دلوقتي draw two rays showing how the virtual image is formed. باي ذا واي اسهل اثنين rays هو اول اثنين اللي هو بيبقى parallel للاكسس في الاول وبعدين بيروح للفوكس والثاني اللي هو اصلا بيمشي ستريت ما بيحصلوش اي حاجه. طب انا هرسمهم ازاي دول؟ ممكن باي ذا واي اقيس 2 سنتيمترز على السنتر لاين وكده اي لاين هوصله من الاوبجكت للبوينت اللي انا رسمتها دي هيبقى اكيد parallel للاكسس اكيد parallel للبرنسبل اكسس. طب ده اول ري المفروض ده يروح على الفوكال بوينت اللي الناحيه الثانيه. فانا هرسم ستريت لاين زي مثلا البوينت دي اللي خبط عندها العدسه وعديه من الفوكال بوينت وارسم الري الثاني بالمسطره من الهيد بتاع الاوبجكت ووصله عند السنترال لاين واخليه يروح الناحيه الثانيه. طب انا كده باي ذا واي مش هعرف اطلع ايمج لان ايمج معناها انترسكشن اوف ريز والريز دول بيبعدوا عن بعض. قلنا بنعمل في الكيس دي اكستنشن لورا فانا هاكستند اللاينز بتوعي اخد اللاين ده بالمسطره بتاعتي من الاول اصلا واعمل له اكستنشن اطوله على قد ما اقدر لان انا مش عارف الانترسكشن هيحصل فين.
بس مثلا طولته لغايه هنا، واخد اللاين الثاني برضو واعمل له اكستنشن لورا بالمسطره وطوله. المره دي انا عارف الاكستنشن هيحصل فين فهطوله خلاص. طيب انا كده رسمت الاثنين ريز بتوعي، طالب مني ايه تحت؟ يقول لي draw in the image, label it with the letter I. فين الايمج بقى؟ الايمج المفروض عند الانترسكشن، عند البوينت دي. بس انا مش هعلم له بدايره كده، انا هرسم له ارو برضو شبه الاوبجكت بتاعي. فادي الايمج بتاعتي، هي ارو بص لفوق. سوري معلش انا هرسمها كده وبعدين اظبطها. ده مكان الهيد بتاع الارو، وده مكان التيل بتاع الارو. وقال لي ليبل الايمج اللي انت رسمتها دي اي، فانا هسمع كلام اكتب عليها اي. باي ذا واي حاجه زياده وانا برسم، الريل لايت بيبقى سوليد لاينز، الاكستنشنز بتبقى داشد لاينز. يعني اي حاجه عملت لها اكستنشن هعملها داش لاينز. فانا ممكن ارسم ستريت لاينز وبعدين ابقى انقطهم زي ما انا بعمل كده بالاستيك. في اي سؤال ازاي رسمنا الكلام ده؟ سؤال يا مستر. انا ما جيت رسمت الايمج نزلت على الفوكال بوينت، فده عادي ولا يعني ايه؟ يعني جيت ارسم الارو ده نزل هنا يعني؟ مش مشكله، ما انت كل واحد هيحط الاوبجكت بتاعه في حته مختلفه لان هو ما قالش مكان معين. تمام اوكي. انا في الكيس دي طلعت معايا في المكان ده، انت هتطلع معاك في مكان تاني على حسب انت حطيت الاوبجكت فين. بس كل الايمجز المفروض تبان عامه بنفس الجنرال شيب، اللي هو رسمت ريز طلعوا بيبعدوا عن بعض فاضطريت اعمل لهم اكستنشن اتقابلوا ورا الايمج، والايمج طلعت كبيره كده ومعدوله لفوق. دي الفيرتشوال ايمج. في مشاكل؟ تمام يا مستر. اوكي. طيب عايزين بس نتاكد ان احنا عملنا كل حاجه هو بيقولها. قال لي draw object، عملنا الاوبجكت وعملناه 2 سنتيمتر زي ما هو قال. قال لي draw two rays، رسمت الاثنين rays اللي هو واحد كان رايح parallel للاكسس اللي انا هسميه 1، ونزل على الفوكال بوينت الناحيه الثانيه، واحد اللي هو كان رايح على البرنس على الاوبتيكال سنتر وكمل على طول، ده اللي انا سميته 2. وقلنا هنعمل ايمج، الايمج بتبقى من الانترسكشن، فاضطرينا نكمل التو ريز اللي ورا عشان يعملوا انترسكشن، وسمينا اللتر اي بتاع الايمج. يبقى انا كده خلصت السؤال. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي figure 6.1 shows part of the path of a ray of light PQ traveling in an optical fiber. الاوبتيكال فايبرز كانت بتبقى عباره عن thin glass tubes، بتبقى قد الشعرة يعني تقريبا في الثيكنس بتاعها. وكنا قلنا عشان الray of light ده ماشي في حاجة رفيعة دايما بينزل بانجل of incidence اكبر من الكريتيكال. كان في حد بيسأل سؤال، ثواني اشوف. سوري what exactly are we doing؟ في ايه بالظبط يا شبر؟ انت بتسأل عليا يا شبر؟ يعني لو بتسأل الحصة أصلاً عبارة عن إيه، إحنا بنحل في بيبر فور على اللايت. لو قصدك على حاجة تانية يبقى قول. أوكي نرجع تاني. طيب أنا دلوقتي لما كنت بنزل بأنجل أكبر من الكريتيكال أنجل وأنا أصلاً ماشي في جلاس وفي بره إير، أنا رايح من دانس لذاس دنس، فانا لو نازل باكبر من كريتيكال يبقى يحصل لي توتال انترنال ريفلكشن وافضل اخبط كده لغايه اما اطلع بره الجلاس. طيب انا دلوقتي عايز مني ايه؟ بيقول لي بي كيو اندر جوز توتال انترنال ريفلكشن اللي احنا لسه قايلينه ات بوينت كيو.
explain الأول what is meant by total internal reflection. The definition بتاع total internal reflection أقول له when a ray of light passes from a more dense medium to a less dense medium, the أول شرط. تاني شرط, with an angle of incidence greater than the critical angle the ray is reflected in the medium. That definition بتاع total internal reflection. لو في ray of light رايح من more dense less dense, بس لما جه يخبط خبط ب angle of incidence أكبر من critical, مش هيعدي, مش هيحصل له refraction, لا هي reflect جوه الميديوم, وده اللي احنا بنسميه total internal reflection. قال لي بقى carefully complete the path of the ray of light until it reaches the end R of the optical fiber وداني درجتين. هو عايز يشوف مني ايه بقى. انا عندي دلوقتي عندي Q, هحاول ارسم بالمسطرة كده normal. النورمال ده يكون عامل 90 degrees على السيرفيس ده. واشوف الانجل دي كام او ارسم تقريبا شبهها ومعامل الرفلكشن بتاعي. الاقي مثلا خبط هنا. اقوم برضو جايب المسطرة بتاعتي وعامل normal. النورمال يكون 90 degrees على السيرفيس الجديد. واشوف الانجل الكبيره دي وارسم زيها تقريبا الناحيه الثانيه. والاقي خبط هنا مثلا ارسم نورمال ثاني ويحصل له توتال انترنال ريفلكشن ثاني لغايه اما يخرج منها. في سؤال ازاي رسمنا الراي اوف لايت ده؟ في حد كان بيسال؟ مستر هو ممكن الراي نخليه يطلع على الار على طول من غير ما يعمل توتال انترنال ريفلكشن ثاني. يعني ايه تاني؟ ما انا على حسب الانجل بتبقى عامله يعني ازاي. انا مش هرسم بمزاجي, انا مش هرسم بمزاجي, انا بشوف الانجل دي قد الانجل دي, الانجل دي قد الانجل دي, الانجل دي قد الانجل دي, على حسب الانجلز هرسم الريز. مش انا عايز اخلص او مرسم ريفلكشن وخلاص, لان انا في قانون للريفلكشن ان الانجل اوف انسنس ايكوال الانجل اوف ريفلكشن, ما ينفعش تبقى واحده اكبر من الثانيه. شكرا. أنا جاوبت على السؤال ولا لسه في حاجة؟ لا لا طيب, فأنا كده رسمت الray of light ما فيهوش مشاكل. النورمالز خلوا بالكم معلش, مش كل النورمالز ترسموها لي كده وخلاص, مش كل حاجة vertical, لا بشوف السيرفيس نفسه عامل ازاي وارسم نورمال عليه. By the way, لو أنا عندي سيرفيس كده وعندي protractor عايز ارسم بيها نورمال, حط protractor على سيفها بحيث ان السيرفيس يكون على 90 degrees. فاي حاجه هترسمها على السايد ده من البروتراكتور هتبقى اوريدي بيربنديكولار. دي طريقه سريعه عشان ارسم نورمال. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي دلوقتي the following list contains the names of types of energy transfer by means of waves. بيقول لي which one of these is not a type of electromagnetic waves. الالكترومغنتيك ويفز كانت راديو, مايكرو, انفراريد, فيزيبل لايت, الترا فايلت, اكس رايز, جاما رايز, او ريمي فوكس جي. في حد حفظها لي كده وانا صغير, ريمي فوكس جي. طيب انا دلوقتي مين من دول مش تبع الالكترومغنتيك دول؟ هنمشي جاما رايز كانت موجوده, الانفراريد كانت موجوده, راديو, تي في, مايكرو. التي في دي اصلا راديو فهي هي. الساوند الساوند ده مش موجود في الالكتروماجنتيك, يبقى هو ده الانسر. طيب state the nature of the wave you have named. قصده بنيتشر يعني ترانسفيرس ولا لونجيتيودنال. اقول له لونجيتيودنال.
الساوند ويفز كانت عباره عن كومبريشنز وريفراكشنز. الكومبريشنز والريفراكشنز دول لونجيتيودنال. هما الترانسفيرس كانت بتعمل لي حاجات اسمها كريست وتروفز. طيب بيقول لي دلوقتي the remaining names in the list are all regions of the electromagnetic spectrum but one region is missing. طب نشوف الجاما موجوده اهي اخر واحده, الانفراريد اهي, الراديو ويفز هي كانت اول واحده, والمايكروويفز موجوده برضو, كان السيمبل بتاع المايكرو لو حد مش فاكر يعني. الفيزيبل لايت اهو, والاكس رايز اهي. الحاجه الوحيده اللي ما قالهاش هي مين, مين اللي ما اتقالش في كل دول؟ الالترا فايلت. الالترا فايلت طيب بيقول لي دلوقتي a television station emits waves with a frequency of 2.5 times 10 to the power of 8 hertz. Electromagnetic waves travel at speed of 3 times 10 to the power of 8 meters per second. عايزني احسب ال wavelength of the wave. انا كان في حاجه اسمها the wave equation v equals lambda f which means in the lambda equals v over f. يعني انا هعمل 3 times 10 to the power of 8 over 2.5 times 10 to the power of 8. كأني يعني عملت 3 over 2.5. 3 divided 2.5 دي تطلع 1.2. طب الانسر اليونت بتاعتها ايه بقى؟ الهرتز دي اس اي يونت, والمتر بير سكند برضو دي اس اي يونت, يبقى ال 1.2 دي meters اللي هو الاس اي يونت بتاع اللانث. في مشاكل في السؤال ده؟ في حد عايز يسأل اي حاجة؟ مستر معلش وحضرتك بس question 3 انا مش عارف ارسم الرسمة. يا احنا كنا قلنا ايه المشكلة اللي فيه؟ ما انا ما مش عارفة مش عارفة مش عارفة ال reflected angle مش عارفة اعملها. طيب انا دلوقتي خلينا بس نمسح الدوشة دي ونعملها من الاول. انا زي مثلا جبت المسطرة بتاعتي او البروتراكتور بتاعتي وقمت راسم نورمال هنا, هحط البروتراكتور كده بعد ما رسمت النورمال. اوكي السنتر بتاعها عند الحته اللي خبطت من الراي, ماشي تمام بالشكل. طيب لا. هشوف الرقم هنا كام واعمل زيه بالظبط هنا واقوم معلم على البروتراكتور على الورقه كده. انا رسمت الريفلكتد راي مظبوط. نفس الكلام اعمله في الخبطه الثانيه. اوكي اوكي تمام. طيب طيب السؤال اللي بعده بيقول لي دلوقتي the speed of light in air, sorry, the speed of light is in air is known to be 3 times 10 to the power of 8 meters per second. Outline how you would use a refraction experiment to deduce the speed of light in glass. You may draw a diagram if it helps to clarify your answer. طب انا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف speed of light in glass. عشان اعرف دي من دي لازم يكون عندي refractive index of the glass. طب انا هحسب refractive index of the glass ازاي؟ مش هقول له ان انا ده معروف, لا هقول له ان refractive index of the glass هي ساين الانجل اللي في الاير over ساين الانجل اللي في الجلاس, which means ان انا هعمل experiment اقيس فيها angles. طب ايه الاكسبيرمنت اللي ممكن تتعمل؟ انا كان في واحده كنت عملتها لكم في الفيديو او الناس اللي كانوا حضروا الكلاس اونلاين لايف معايا, كان في حاجه كده اسمها سيمي سيركلر بلوك. لو انا جبت ري اوف لايت وخليته ينزل على السنتر بتاع السيمي سيركل, زي مثلا انا عندي هنا ري بوكس, الري بوكس ممكن ارسمه كده السيمبل بتاع اللامب وفي خرم كده في الري بوكس يطلع منه اللايت. الري اوف لايت ده هينزل, انا اقيس الانجل دي بكام واعلم عليها واقول دي الانجل اوف انسيدنس.
دي اللي كانت في الاير. اللايت هيبان towards النورمال عشان في الجلاس بيبطأ. بس هو خارج من السيمي سيركلر بلوك بيبقى نازل هنا ب 90 degrees فبيكمل على طول. فانا اقيس الانجل اوف ريفراكشن كام اللي هي في الجلاس, واقيس الانجل اوف انسيدنس اللي هي في الاير, واقول هابلاي الايكويشن دي. وبعدين الايكويشن دي في نفس الوقت هي ايكوال سبيد ان اير اوفر سبيد ان ميديوم. طب اكتبها له بالترتيب ازاي عشان اخد الدرجات كلها؟ انا مبدئيا انا رسمت الرسمه بتاعتي, هعمل لها بس شويه ليبلز, اقول ان ده ري بوكس, اوريدي سميت الانجل اللي فوق اي, سميت الانجل اللي تحت ار, وقلت ان ده عندي جلاس واللي فوق ده اير. انا كده خلصت الرسم. طب اعمل ايه؟ اقول له سيت اب apparatus as shown. اقول له measure the angle I in air and angle R in glass. وبعدين اكتب له الايكويشن على طول بقى. اقول له refractive index equals the speed of light in air, هو الدهاني ممكن احطها 3 times 10 to the power of 8 over speed of light in glass equals sine الانجل اللي في الاير اللي انا قلت له اسمها i, عشان كده قلتها له فوق, وبعدين sine الانجل اللي في الميديوم اللي اسمها r, واكتب له على جنب كده v is the speed of light عشان اقول له مين الفي دي. يعني في اي اسئله في الانسر دي؟ في حد عنده مشاكل؟ اوكي. السؤال اللي بعده بيقول لي figure 8.1 shows a section of an optical fiber. It consists of a fiber of denser transparent material coated with a layer of a less dense medium. يعني في سؤال حد بيسأل حاجة؟ أرجع لك الصورة تاني ولا إيه؟ السؤال ده؟ أرجع لك برضو الصورة. الأول هترسم له الرسمة اللي فوق وبعدين هتكتب له الكلام ده في اللاينز. لما تخلص قول, او لو حد تاني بينقل قولوا لي لما تخلصوا. هو انا بكتب بسرعه قوي كده. اوكي طيب السؤال اللي بعده. طيب بيقول لي دلوقتي ان انا كان عندي denser material coated be less dense material, يعني الray of light ده لما يجي يخبط هنا هيبقى رايح من dense ل less dense. دي الكيس اللي ممكن يحصل فيها total internal reflection. طيب بيقول لي دلوقتي one ray within the fiber has been started for you on figure 8.1. state and explain what happens to the ray already drawn after it reaches the boundary between the two materials. احنا قلنا دايما عشان الاوبتيك فايبرز رفيعه الانجل اوف انسيدنس بتبقى كبيره قوي اكبر من الكريتيكال. فاقول له ان انا عندي دلوقتي توتال انترنال ريفلكشن اوكيرز. ليه؟ because the angle of incidence is greater than the critical angle. Sorry.
طيب بيقولي on figure 8.1 carefully continue the ray until it reaches the end. برضو نفس الكلام. هجيب المسطرة وارسم normal عند الحتة اللي خبط فيها. احط protractor وقيس الانجل دي وقيس زيها الناحية التانية. وقول ده reflected ray بتاعي. الاقي خبط في حتة ارسم لها normal. وقيس الانجل دي وقيس زيها الناحية التانية. وارسم. يخبط لو خبط تاني اعمل نورمال تاني وهكذا لغاية ما اخرج بره. قول دي الدايركشنز بتاعتي. في حد لسه بيرسم؟ باي ذا واي الانجلز مش لازم ارسمها اكزاكت قوي، المهم يكونوا تقريبا قد بعض، والنورمالز يكونوا تقريبا بيربنديكولار على السيرفيس. بيقولي دلوقتي optic fiber optic cables are sometimes used to carry out internal examinations of a human. الhuman stomach دي بتفكرني بالإندوسكوب. الإندوسكوب اللي هو كان فيه fiber بيدخل جوه البادي بدخل منه اللايت بيفضل ماشي بتوتال internal reflection ينزل على الأورجن من جوه واللايت ده يرفلكت أدخله بقى في optic fiber تاني. الاوبتيك فايبر التاني ده اللايت هيطلع منه برضه هيمشي من هنا لبره باي توتال انترنال ريفلكشن، يعني هو وهو رايح توتال انترنال وهو راجع برضه توتال انترنال ريفلكشن. اتفرج هنا بقى بعدسه اوصله بسنسور يطلعها لي على كمبيوتر سكرين اي حاجه. طيب بيقول لي suggest one reason why the cable is made of thousands of very thin optical fibers. ليه ما عملتش الفايبر ده حتة جلاس واحدة تخينة وخلاص؟ ليه عملت كذا فايبر مش فايبر واحد؟ لأن أنا عندي دلوقتي لو جبت حتة إزاز تخينة وحاولت أتنيها هتتكسر، لكن لو جبت حتة إزاز رفيعة زي الواير بتاع مثلا الشاحن بتاع الموبايل، لو جيت تقطع الواير من جوه هتلاقي فيه كذا شعراية، مش السلك تخين كده على بعضه. هما بيعملوا شعر رفيع كده ويحطوه جنب بعض بدل ما حته تخينه. ليه؟ لان لو تنيت حاجه تخينه هتتكسر، لكن الرفيع بيتني بسهوله. فهقول له ايه الفكره هنا؟ To make sure the fiber is flexible. يقدر يتني من غير ما يتكسر. طيب بيقول لي دلوقتي describe briefly how the inside of the stomach is illuminated. بنورها ازاي؟ اقول له light travels from external source into the fiber by total internal reflection. Then it is reflected. From the stomach. يبقى أنا دلوقتي نورت الدنيا جوه إزاي؟ أنا جوه الـ human body أو أي animal body الدنيا ضلمة جوه. بنورها بإن أنا بدخل لها light بـ optical fiber. ولما بقى بيرفلكت بكاتش بأوبتيكال فايبر تاني. فانا الاندوسكوب فيه اتنين فايبرز عشان لو طلب مني اشرح بيتعمل ازاي. دي الرسمه اللي انا هرسمها لك. اتنين فايبرز اللايت بيدخل من واحد ده السورس بتاعي بيرفلكت من عند الاورجن اللي انا عايز اتفرج عليه وبعدين بيرجع لي او ما اتفرج عليه من الناحيه التانيه. طيب بيقول لي describe briefly how the light from the stomach is transferred to the detecting equipment. اقول له the reflected light
travels through a second fiber برضو by total internal reflection towards بقى ممكن اقول له lens او computer screen computer sensor and screen. في اسئله في السؤال ده؟ في اي حاجه مش واضحه عن الاوبتيكال فايبر في الاندوسكوب بتشتغل ازاي؟ لو تمام قولوا تمام. اوكي السؤال اللي بعده. حد بيبعتها تمام. طيب بيقول لي figure 7.1 shows array of monochromatic light. احنا كنا خدنا definition يعني monochromatic light, monochromatic red light بالتحديد في السؤال. In air incident on a glass block at an angle of incidence 50 degrees. خلي بالكم ان الانجل of incidence دايما بتترسم من النورمال. طيب state what is meant by monochromatic light. قلنا light of one frequency or one wavelength. نسيت قول له light of one color بس انا كده ابقى في ثالثه ابتدائي. اللايت المونوكروماتيك معناها light of one frequency or one wavelength. طيب بيقول لي for this red ray the refractive index of light ولا of glass؟ قال لي refractive index of glass is 1.52 اللي هي air over the glass. The angle of refraction for the ray عايز اعرفها بقى. خلي بالكم ان انا عندي دلوقتي الray of light داخل جوه glass يعني هيبان towards the normal يعني ال angle of refraction جوه هتبقى صغيره. دي ال angle اللي في الglass, دي ال angle اللي في الair. طب اجي احسب ازاي؟ اكتب له الايكويشن الاول. Refractive index of a medium equals sine ال angle اللي في الair over sine الانجل اللي في الميديوم. يعني ال 1.52 equals sine 50 over sine الانجل اللي انا ما اعرفهاش سميتها فوق r. اقول الاول ان انا عندي هحط الساين r subject تبقى sine 50 over 1.52 ونحسب دي بكام تطلع 0.5397 مش عارف ايه. قلنا نعمل shift sign answer. الانسر دلوقتي تطلع 30.2 degrees. Sorry, 30.3 degrees approximation. او اكتبها على طول 30 degrees واخلص. في سؤال ازاي حسبنا الرفراكشن انجل؟ اوكي. طيب بيقول لي دلوقتي without measuring angles. Use a ruler to draw the approximate path of the ray. خلي بالنا بقى. In the glass block and emerging from the block. طب لما اجي ارسم انا عارف كده كده وانا رايح من air لglass I slow down فهبنت towards the normal. طب لما اجي اخرج لو فكرت كده شويه ورسمت normal هلاقي الانجل دي قد الانجل دي عشان التو لاينز التو نورمالز دول بارلل لبعض فالانجل سسبندد سوري بيبقوا قد بعض. معنى كده ان الانجلز اللي في الاير برضو هيبقوا قد بعض يعني الانجل وانا خارج تبقى قد ال 50. فانا هرسم الري اللي في الاخر ده بارلل للري اللي داخل من بره. فانا كده رسمت الري صح. في حد عنده سؤال ليه الريز طلعت كده؟ لو فاهمين قولوا تمام. اوكي طيب عايز مني ايه بعد كده؟ بيقول لي the red ray in figure 7.1 is replaced with array of monochromatic violet light. For this violet ray,
The refractive index of glass is 1.54. Refractive index أعلى. معنى كده إن الأنجل هتبقى أكبر ولا أصغر. أنا لو حطيت الإيكويشن تاني. N equals sine. سوري معلش. الإنترنت بيعلق معايا. أرجع تاني. اوكي طيب الرفراكتيف اندكس اوف اوف لايت كان ساين الانجل اللي في الاير دي اللي هي اصلا اوريدي جيفن على ساين الانجل اللي في الميديم. انا كنت عايز الانجل اللي في الميديم. طب لو الرفراكتيف اندكس بتاعي زاد الاقي الانجل بتاعتي قلت. في مشاكل؟ في مشاكل ولا كمل؟ وهنا كان بيقولي ان انا دلوقتي الري اوف لايت ده غيرته وبقيت مدخل فايلت لايت. الفايلت لايت ده الريفراكتيف اندكس بتاع الميديوم بالنسبه له 1.54. لو تفتكروا كنا قلنا ان انا لو عندي بريزم ودخلت عليه وايت لايت كنت اقول ان انا عندي دلوقتي اللايت ده بيحصل له حاجه اسمها ديسبيرجن. الريد بيبند قليل الفايلت بيبند اكتر حاجه وعندي في النص في كولرز كتير كنا شفناها كنت صورتها لكم فيديو كاميرا اتعملت. كنت بلاقي الريد اقل حاجه عملت بندنج والفايلت اكتر حاجه عملت بندنج. ولو كنت حاطط ورقه هنا اقدر اشوفها اشوف الكولرز دي على الورقه بنسميها سكرين. طيب انا عندي دلوقتي بما ان كل ري اوف لايت او كل كولر بيبند بناحيه فكل كولر عنده ريفراكتيف اندكس مختلف. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ عندي refractive index بتاع violet light 1.54 وال speed of light in air 3 times 10 to the power of 8. عايز يحسب ال speed of the violet light في الglass bulb. هو refractive index اللي هي 1.54 equals بس بدل sign أحط speed. أقول إن speed in air عشان قال لي of the glass على ال speed اللي أنا مش عارفها بكام. يبقى السبيد اللي انا مش عارفها هي 3 times 10 to the power of 8 over 1.54. دي تطلع 3 times 10 to the power of 8 divided by 1.54 تطلع 1.95 times 10 to the power of 8. طبعا كل دي كانت SI units فانا هكتبها meters per second. طيب بيقول لي دلوقتي use a ruler to draw the approximate path تاني بس المرة دي للviolet ray مش للred ray. قال لي in the glass block and emerging from the glass block. في حد كان بيسأل سؤال ممكن أطلع فوق حاضر أنا كده كده أطلع فوق. طيب دلوقتي عايزني أرسم الviolet ray مش الred ray. إحنا قلنا الred بيبند قليل الviolet بيبند كتير. فانا لو جيت ارسم مثلا الفايلت راي اقول لو الريد الانجل بتاعته كده هعمل الفايلت الانجل بتاعته اصغر هيبقى اقرب للنورمال بس لما يجي يطلع برضه هيطلع بارلل للانيشال راي. ثواني بس ادخل ناس. طيب فانا كده دلوقتي باي ذا واي عمري ما هبند الري اوف لايت لغايه ما يوصل النورمال دايما هيبقى بعيد عن النورمال شويه بس المره دي عملت الانجل صغيره لان الفايلت اكتر واحد بيبند بس برضو وانا طالع الاثنين ريز بارلل للانيشال انسيدنت راي. طيب كده احنا نرجع على السؤال تاني. State what is meant by monochromatic light هو light of one frequency or one wavelength. كان مديني انجل في الاير وعايز مني الانجل في الجلاس مديني ريفراكتيف اندكس اوف جلاس فقمت قايل 1.52 ايكوال ساين 50 اللي في الاير على ساين اللي انا عايزها في الميديوم وقمت حاسب الانجل اللي في الميديوم بالشيفت ساين وبعدين قال لي اكمل الري فقلت ان انا هبن توردز النورمال جوه الجلاس
وبعدين هطلع parallel من الناحية التانية عشان الاثنين sides دول parallel لبعض، فالاثنين angles هيبقوا قد بعض، ال 50 دي وال 50 اللي من بره من الناحية التانية. طيب قال لي ان انا عندي دلوقتي في violet ray عنده refractive index مختلفة عشان different colors بيغيروا السبيدز different speeds جوه الميديم، بس كلهم بره في الاير بيمشوا ب 3 times sense per wave، وطلب مني احسب السبيد في الميديم، قلت refractive index equal speed in air على speed in medium، وقمت حاسب السبيد. لما جيت ارسم الفايلت قلنا هيبند للنورمال اكتر، بس لما يطلع من الناحيه الثانيه برضو هيبقى parallel للري. اللي عايز ينقل ادي الايكويشن اهي، وادي الارقام اهي. By the way، انت ينفع تبقى تتفرج على الفيديو بعدين وتكتب اللي انت عايزه. اوكي. طيب بيقول لي دلوقتي a ray of light in air travels across a flat boundary into glass. كنت في air رحت لجلاس يعني هبطل. The angle of incidence is 51 degrees. The angle of refraction is 29 degrees. In the space below draw a label diagram. ما ليش sketch، ما ليش draw approximate rays. فأنا مطلوب مني أرسم الrays مظبوطة. فأنا الأول هرسم الباوندري. ثواني أدخل ناس. أنا عايز أقيس الأنجل بتاعتي of incidence. قال لي الأنجل of incidence برا 51 degrees. أم حاطط البروتراكتور بتاعتي كده، وقيس مثلا لو أنا عايز الري اوف لايت يخرج ينزل من هنا، يعني لو ده مثلا كان الاير، هقيس من الزيرو ده وقيس 51 degrees. ثواني بس معلش هدخل ناس تانية. أوكي. طيب من الزيرو لفوق وقيس 51 degrees وأقوم راسم الانسيدنت ري بتاعي. دي لازم تقرا 51 degrees، وبعدين احط البروتراكتور بتاعتي الناحيه الثانيه، بقول ده الجلاس بتاعي، فانا اقيس من الزيرو اللي تحت واطلع كده. قال لي اقيس 29 degrees، فانا اقيس 29 degrees واقوم راسم الري اللي خارج. وقال لي اليبل ذم، اقول له ده الانسيدنت وده الرفراكتد. في مشاكل؟ في حد عنده أزمة إزاي رسمنا الرسمة دي؟ الأول حطيت الباوندري وبعدين رسمت النورمال. النورمال باي ذا واي بيبقى داش. مستر ممكن تاني؟ أوكي. طيب الأول رسمت الباوندري بتاع اللي ما بين الإير والنورمال اللي هو اللاين ده، وبعدين رسمت سوري ما بين الاير والجلاس، وبعدين رسمت نورمال عليه 90 degrees للباوندري، وبعدين حطيت البروتراكتور بالمنظر ده، قست من الزيرو اللي فوق 51 degrees زي ما هو كان قايل لي فوق، وبعدين قمت قالب البروتراكتور حطيتها بالمنظر ده، وقست من الزيرو اللي تحت 29 degrees عشان هو برضو اللي قال لي فوق، وقمت راسم الارو في الانسيدنت ده اللي داخل، الريفراكتد ده اللي خارج. شكرا مستر. كان بعت حاجه على الشات. مفيش مشاكل. طيب انا دلوقتي رسمت الدروينج بتاعتي، عايزين نشوف وعايز ايه في باقي السؤال. بيقول لي calculate the refractive index of the glass. The refractive index of a medium هو ساين الانجل اللي في الاير لو عندي انجلز يعني، اوفر ساين الانجل اللي في الميديوم. بالنسبه لي الانجل اللي في الاير هو قال لي ان هي 51، والانجل اللي في الميديوم كانت 29، فانا المره دي مش محتاج اعمل شيفت ساين ولا اي حاجه، انا هعمل ساين 51 ديفايدد باي ساين 29 وكده خلاص تطلع الانسر 1.6 او 1.60.
الريفراكتيف اندكس مالوش يونت لان انا قسمت ساين انجل على ساين انجل او سبيد على سبيد اليونتس هتروح مع بعض فانا ما عنديش يونتس الريفراكتيف اندكس اوعوا تكتبوا له يونتس ده ريشيو طيب اري دلوقتي array of light in glass travels towards a flat boundary with air المره دي رايح من glass لair الangle of incidence is 51 this ray does not emerge into the air state and explain what happens to the ray يعني انا عندي ادي glass ادي air وادي النورمال بتاعي نزلت انا من الglass the angle of incidence 51 وقال لي ان انا ما عرفتش اطلع فوق ما دام ما عرفتش اطلع فوق يبقى اكيد نزلت تحت طب ده كان اسمه total internal reflection ده اللي انا هقوله له دي اول حاجه هاخد عليها ضرب ان انا اقول له total internal reflection occurred طب ليه total internal reflection حصل Because the angle of incidence is greater than the critical angle. في سؤال في الحتة دي؟ في أي مشاكل في السؤال ده كله على بعضه ولا تمام؟ طب ممكن سؤال؟ أوكي هو ليه ما يبقاش عمل أنجل 90؟ يعني ليه تبقى internal reflection؟ وقال إن هي ما طلعتش أصلاً أنجل 90 يعني هو طلع بره بأنجل 90 أوكي؟ أو تمام طيب السؤال اللي بعده The early figure 7.1 shows the principal axis PQ of a converging lens and the center line XY. هو مش رسم لي العدسة هو رسم لي central line وانا كده كده اصلا برسم من central line. طيب بيقول لي دلوقتي an object 2 centimeters high يعني طوله لفوق 2 centimeters is placed 2 centimeters to the left يعني انا هقيس من الناحية دي 2 centimeters وهم حطت الأوبجيكت بتاعي to the left of the lens. The converging lens has a focal length 3 centimeters. طبعا أنا هعمل إيه دلوقتي؟ الأول أجيب المسطرة بتاعتي وأقيس 2 centimeters وأعلم مكان ما أحط الأوبجيكت بتاعي. وبعدين أرسم الأوبجيكت بتاعي أرو باصص لفوق vertically كده 90 degrees لازم يبقى 90 degrees أرسمه عدل يعني طوله 2 centimeters. وقال لي ان انا عندي فيه focal length 3 centimeters فانا هقيس 3 centimeters واقوم معلم ده مكان الفوكس من الناحية دي واقيس نفس الديستنس من الناحية التانية واقول ده مكان الفوكس بتاع الناحية التانية دي كل حاجة عندي دلوقتي فانا الاول قال لي ان انا هرسم 2 centimeters to the left فانا قست 2 سنتي على شمال XY وعلمت مكان الاوبجكت هيكون فين وبعدين رسمت الأوبجكت طوله 2 سنتيمترز لفوق vertical أرسمها بالبروتراكتر أرسمها بالمسطرة لو عندي مربعات في المسطرة المهم أرسمها vertical صح وبعدين قمت قايس 3 سنتيمترز عشان أحط الفوكال بوينتس بتوعي 3 على الشمال و 3 على اليمين طيب عايزني على الرسم أرسم إيه؟ أرسم a full scale diagram to find the distance of the image from the lens يعني من الاخر الاول لازم ارسم الايمج طب الايمج بنرسمها باثنين rays اسهل اثنين rays اللي هو بيبقى parallel وبعدين بيروح على الفوكس واللي بيوصل للcentral line وبعدين بيكمل straight طيب ادي اول ray خلينا نرسم straight line طالع من الهيد بتاع الارو ورايح ناحية XY parallel للاين اللي اسمه PQ ده وبعدين ارسم من الحتة اللي خبط فيها مع العدسة straight line رايح على
الفوكل بوينت. وقلنا اللاين ده كده كده شكله هيكمل هيكستند لورا. باي ذا واي ما دام عملنا الاوبجكت ما بين الفوكل بوينت وما بين السنتر بتاع العدسه يبقى ده النوع الفيرتشوال اللي انا هضطر اعمل له اكستنشن. فانا واخد اللاين اللي انا رسمته ده ومطوله لورا لوحده من غير ما يقول لي. انا عارف ان كده كده مش هيحصل اكستنشن على اليمين. طيب قمت مطول اللاين ناقص لي لاين تاني اللي هو جاي من الاوبجكت ورايح على سوري معلش ال سوري معلش الابلكيشن قطع فجأة ورجع تاني. سامعيني دلوقتي ولا لا؟ لو سامعيني او شايفين الباست بيبرز قولوا لي اي حاجة. اوكي تمام 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 اوكي. طيب قلنا هنرسم لاين تاني. اللاين تاني ده بيروح على السنتر من الهيد برضو بتاع الاوبجكت. وهنطوله برضو الناحية التانية. طيب وقلنا اي حاجة extension بنرسمها داشت. فانا همسح شوية حتت كده من الريز اللي ورا ولازم ارسم له الاروز بتاعت الريز. سوري فانا قلت ده كان رايح يمين نزل على الفوكس، ده كان رايح للسنتر كمل على طول. طيب انا دلوقتي البوينت دي هي الانترسكشن ما بين الريز او على الاقل الاكستنشن بتاعت الريز. انزل منها لاين فيرتيكال بالمسطره عامل 90 ديجريز على بي كيو وارسم له ده الهيد بتاع الارو بتاعي. هو عايز يعرف ايه بقى تحت؟ قال لي عايز يعرف الديستنس اوف ذا ايمج فروم ذا لينس. عايز الديستنس دي كام من هنا لغايه هنا. هقيسها على اللاين من البوينت دي للبوينت دي اللي هي السنتر بتاع اكس واي. ممكن حد يقيسها ويقول لي دي طلعت كام سنتي؟ الناس اللي رسمت يعني. اوكي في حد بيقول ازاي 46 سنتيمتر؟ 6.5 سنتيمتر اوكي. طيب عايز يعرف كمان الهايت اوف ذا ايمج، يعني عايز يعرف الطول ده كام؟ برضه حد يقيسها ويقول لي. في حد كان بيبعت حاجه 6.7 4.6. باي ذا واي الارقام هتطلع كلها حوالين 6.5 المفروض يعني. لو ما رسمتهاش 6.5 يبقى انت رسمت الهايت بتاع الاوبجكت غلط، كان المفروض طوله 2 سنتي، او رسمت الديستنس بتاعته من السنتر غلط، او حطيت الفوكال بوينتس غلط. تاني السؤال كان بيقول لي ايه؟ ادي اللاين بي كيو وادي اللاين اللي اسمه اكس واي. قال لي ان انا عندي دلوقتي الاوبجكت محطوط 2 سنتيمتر على شمال الاكس واي، يعني هقيس ادي سنتي ادي 2 على المسطره واحط الاوبجكت هنا. الاوبجكت ده طوله 2 سنتي، يعني هرسم سهم لفوق طوله 2 سنتي، الحته دي 2 سنتيمتر. وقال لي ان انا في 2 فوكاي، في عندي واحد هنا عند 3 سنتيمتر ادي الفوكس الاولاني، وواحد تاني على الناحيه الثانيه برضو 3 سنتيمتر ادي الفوكس الثاني. لازم اتاكد ان الارقام دي صح قبل ما ارسم.
وبعدين بقى اطلع من الهيد بتاع الاوبجكت بتاعي واحد بارلل للاكسس واحد بارلل للبي كيو يخبط في الاكس واي ويروح للفوكس واحد معدي على السنتر اللاين ويكمل على طول واعمل لهم اكستنشن لورا. طب مستر انا اتاكد وفي الاخر طلع 4.5 لا مستحيل يا اما انت يا اما ممكن تكوني بتحلي على على مثلا سكرين الصوره اصغر بكتير من الحقيقي. طيب المفروض ان هي يعني اي حاجه قريبه من 6 اوكي مقبول بس الحاجات اللي هي صغيره قوي او كبيره قوي دي مش مقبول. باي ذا واي في الامتحان في الامتحانات العاديه اللي هي لو كنتوا دخلتوا فاينل اكزام يعني انتوا مش هتدخلوا بس في الفاينل اكزام بتبقى كل البيبرز قد بعضها بالظبط مفيش حد بيحل على سكرين وحد بيحل على بيبر مفيش تصوير كلهم بيبقوا مطبوعين نفس السايز فكل الناس المفروض بتطلع نفس الميجرمنت. طيب خلينا نباس الموضوع ده. المهم ان انا فهمت ان انا عندي دلوقتي لو لقيت الريز بيبعدوا عن بعض هعمل لهم اكستنشن الناحيه الثانيه واجيب الانترسكشن واقيس اللي هو عايزه. مستر هو في الاكزام ازاي هنمتحن حاجات الرسم؟ انتوا باي ذا واي انا ممكن ابعت لكم الدايمنشنز بتاعت الرسم ترسموها على ورقه بره وبعد كده تكملوا الرسمه مش مشكله يعني هبعت لكم الدايمنشنز بتاعت كل حاجه متقاسه يعني وبعدين انتوا ترسموها بره وتكملوا على الرسم. اوكي طيب دلوقتي عايزين نكمل السؤال. طيب فانا باي ذا واي المفروض الحاجات دي كلها تطلع within 6 سنتيمترز يعني 6 بوينت حاجه يعني في حاجه غلط. طيب خلينا نكمل. اوكي المفروض اللي تحت ده هيطلع 6 سنتيمترز معلش ثواني. شايفين السكرين ولا شايفين حاجه سودة دلوقتي؟ شباب انا بكلمكم ردوا عليا. شايفين حاجه سودة يا مستر مش شايفين السكرين. طيب ثانيه واحده ارجع. معلش هو في مشاكل كتيرة في الانترنت وفي زوم النهاردة مع كل الناس. اوكي. الصورة رجعت ولا لسه؟ رجعت. أوكي. طيب دلوقتي لو أنا بتكلم على الأرقام دي المفروض تطلع في الرينج بتاع 6 بوينت حاجة سنتيمترز كديستنس وبرضه 6 بوينت حاجة أو 5 بوينت حاجة سنتيمترز في الهايت. دي الأرقام اللي المفروض تبقى مقبولة لو الدايمنشنز بتاعت الورقة اللي عندكم مظبوطة يعني. طيب يعني state and explain whether the image in A is real or virtual. الأول state احنا قلنا دايما الانترسكشن بتاع الاكستنشنز بيبقى virtual. طيب
يبقى انا دي فيرتشوال اول حاجه. تاني حاجه ليه اقول الاكسبلانيشن بقى ليه فيرتشوال، اقول له ممكن اقول الديفينيشن بتاع فيرتشوال it cannot be collected on a screen. او اقول له اللي انا عرفته او اقول له الانسر الثانيه اللي هي intersection of extensions of light. مش real light. يبقى لما يسالني دي virtual ولا real اشوف الاول الانترسكشن حصل بعد ما عملت extension ولا كانوا الreal solid lines هم اللي عملوا intersection. The case دي كانوا extensions فاقول له دي virtual على طول. طيب عرفت منين انها virtual؟ هم intersection of extensions of light مش real light. طب ايه الديفينيشن بتاعي اللي انا ممكن اكتبها بدل الموضوع ده؟ اقول له ان الايمج cannot be collected on a screen او cannot be shown on a screen. في مشاكل في السؤال ده الرسم ال virtual والحاجات دي كلها؟ في حد بعت حاجه؟ طيب اللي بعده بيقول لي عندي دلوقتي figure 6.1 shows an object O placed in front of a plane mirror. M two rays from the object to the mirror are shown. اولا LED mirror اللي انا عارف اصلا ان الاوبجكت بيبقى قصاد الايمج وعلى نفس الديستنس من الميرور. طيب بيقول لي on figure 6.1 for one of the rays عايز ارسم نورمال وعايز الانجل اوف انسيدنس بكام. طيب ممكن اخد الري الصغير ده ادي نورمال بتاعه وقال لي اليبل الانجل اوف انسيدنس. الانجل اوف انسيدنس ما بين الري والنورمال اهي وقال لي سميها اكس. انا كان ينفع اعمل نورمال للتاني وبرده اعمل الانجل اوف انسيدنس مفيش مشاكل. طيب بيقول لي اون فيجر 6.1 draw the reflected rays from both incident rays. يعني انا المفروض احط بروتراكتور واقيس الانجلز دي واعمل زيها. بس خلينا نكمل السؤال الاول. يقول لي construction lines to locate the image اللي انا اصلا المفروض عارف مكانها فين. احنا قلنا في طريقه سريعه ان انا ارسم الريز بتاعت الريفلكشن. اخد لاين كده خفيف من عند الاوبجكت نازل ب 90 ديجريز على المرايه واكمله للناحيه الثانيه اشوف الديستنس دي كام واعمل ديستنس قدها الناحيه الثانيه. طب الديستنس دي مثلا كانت 3 سنتيمتر او 15 مربع صغيرين. يبقى انا هعمل 15 مربع صغيرين من الناحيه الثانيه واقول ده مكان الايمج بتاعي. وقال لي ليبل الايمج مثلا اي. هو كان قال لي ولا ما قاليش تحت؟ قال لي ليبلت اي. طب اعمل الريفلكشنز ازاي؟ قلنا انا كده كده الانترسكشن بتاع الريز هو اللي بيعمل لي الايمج. يعني لازم الري ده يجي من هنا ويطلع الناحيه الثانيه. خلينا بس نظبطها. جاي من الايمج على طول. وجاي كده. طب ايه اللي انا رسمته ده؟ انا ده الريفلكتد راي ودي الانجل اوف ريفلكشن المفروض تبقى قد اكس. الفكره بقى في ايه؟ ان انا عارف كده كده ان انا هعمل اكستنشن في الميرور. ده الاكستنشن بتاع الورا. طب الراي الثاني نفس الفكره. ارسم برضه ستريت لاين من مكان الايمج ورايح على الحته اللي الراي الثاني خبط فيها. وبرضو او ماسح شويه من اللي ورا عشان ده اكستنشن والاقيهم اتقابلوا في مكان الايمج مظبوط. الطريقه اللي كانت باي ذا بوك ان انا المفروض اعمل نورمال هنا ارسمه ستريت لاين واقيس الانجل دي قد الانجل دي وارسم الري وبعدين اعمل له اكستنشن لورا وهنا ارسم الانجل اكس قد الانجل اكس الناحيه الثانيه
وبرضو ارسم الري وبعدين اعمل له اكستنشن لورا، والمكان اللي هيتقابلوا فيه هو مكان الايمج. بس انا كده انجزت قست الديستنس من المرايه للاوبجكت وقمت قايس زيها الناحيه الثانيه، وقمت على طول قايل ان ده مكان الايمج بتاعي، وقمت واخد من الايمج دي ستريت لاينز رايحه ناحيه الحتت اللي الري خبط فيها، وقمت مكمل لبره. اللي في الفرونت بتاع الميرور دايما سوليد لاينز، واللي في الباك بتاع الميرور دول اكستنشنز برسمهم داش لاينز. في اي سؤال في الرسمه؟ وفي حد عنده سؤال يقول؟ اوكي تمام 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 اوكي نموف اون. طيب انا كده عملت كل حاجه هو عايزها. الاول طلب مني نورمال لواحد من الريز، وبعدين الانجل اوف انسيدنس علمت له عليها، بعدين قال لي عايز الريفلكتد ريز بتاعت الاثنين، رسمتهم له بس بعد ما كنت جبت اصلا الايمج عشان اوفر في الوقت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي دلوقتي state the type of electromagnetic radiation used in luggage security، اللي هي الحاجات بتاعت اللي بيشوفوا جوه الشنط فيها ايه، دي الاكس رايز. برضو لو قال لي skeletal imaging ان انا او البون imaging برضو دي اكس رايز. طيب used by remote controllers، ده الانفراريد، عشان قلنا عندهم وايد رينج، عندي فريكوينسيز كتيره قوي، فانا ينفع اعمل لكل ريموت الفريكوينسي بتاعته. طيب بيقول لي دلوقتي the electromagnetic waves used in a microwave oven have a frequency of 2.45 times 10 to the power of 9 while the speed of the wave is 3 times 10 to the power of 8. في حد بيسأل السؤال وليه مش radio waves في انهي واحده، الانفراريد اللي انا قلت عليها انفراريد؟ احنا قلنا الريموت كنترولرز، انا عندي ريموت كنترولرز كتيره جدا، الانفراريد هي الوحيده اللي عندها رينج واسع جدا من الفريكوينسيز، عندها فريكوينسيز اكتر من اي واحده تانية في الالكترومغنتيك سبيكترم. يعني لو قلت مثلا ان انا عندي الفيزبل لايت، هقول الويف لينث بتاعه من 7 تايمز 10 بار نيجاتيف 7 ل 4 تايمز 10 بار نيجاتيف 7، بس الانفراريد من 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 6 لغايه 10 تو ذا باور اوف نيجاتيف 4، يعني 100,000 باور اوف 10. فانا عندي فريكوانسيز كتيره جدا، ما دام عندي فريكوانسيز كتيره جدا يبقى سهل بالنسبه لي كل ريموت اعمل له فريكوانسي براحته لوحده. الراديو ويفز عندها فريكوانسيز قليله. جاوبت على السؤال ولا ايه؟ طيب اداني فريكوانسي، اداني سبيد، وعايز ويف لينث. اقول له سبيد ايكوال ويف لينث تايمز فريكوانسي، يعني wavelength equals speed over frequency، يعني 3 times 10 to the power of 8 over 2.45 times 10 to the power of 9. نحسبها 3 times 10 to the power of 8 2.45 times power of 9 تطلع 0.12، بس هو اداني الارقام بتاعتي 3 significant، فانا هكتبها 0.12 meters. في حد بيسأل سؤال؟ اوكي. طيب انا باي ذا واي ممكن اكتبها ان ستاندرد فورم، انا عندي ممكن اكتبها 1.2 تايمز 10 بار نيجاتيف 1، بس ملهاش معنى 10 نيجاتيف 1 فانا هكتبها كده وخلاص. طيب بيقول لي دلوقتي 150 grams block of ice at 0 degrees Celsius is placed in the oven. The input power of the oven دخلني في heat. The input power of the oven is 1100 watt. وكان الماس مدهوني بالجرامز. وقال لي الانيشال تمبرتشر 0 degrees وده كان ايس. الانرجي ابزوربد باي ذا بلوك از 65% of the input power of the input energy. طيب عايز يحسب التايم تيكن، عايز تي تو ميلت. ميلت يعني ليتنت. At 0 degrees with a specific latent heat joule per gram. By the way, اداني الماس بالجرام واداني latent heat بالجول per gram، يبقى انا مش محتاج احول اي حاجه. اولا الايكويشن كانت عباره عن ايه؟
The thermal energy supplied during change in state equals ML أو LM. طب ال energy كنت بحسبها power في time, يعني power في time equals ML. أنا عايز ال time. حطه subject. التيتا بقى equals ML over P. طب الأرقام دي عندي ولا مش عندي؟ أولا أنا عندي دلوقتي الماس كان 150 grams والlatent heat كان 330 جول بير جرام, الاثنين جرام فما حولتش حاجة. تحت بقى عندي مشكلة, الباور اللي داخله أصلا 1100 بس هو قال لي 65% بس منها بستخدمهم أو الايس بيستخدمهم, فأقول أدي الباور اللي عندي 1100 بس أنا أخدت منها 65%. يبقى دي الطريقة اللي أنا بحل بيها السؤال. أو كان ينفع أقول الباور الأول هي 65% من 1100 وبعدين أحطها في الإيكويشن. طيب الناس دي تطبع بكام؟ 150 في 330 over 1100 over 65 times 100. الأنسر تطلع تقريبا 69.2 seconds عشان كل دول كانوا SI units. حتى دول الجرام راحت مع الجرام, كان عندي جرام فوق وعندي جول بير جرام, فجرام دي راحت مع الجرام دي فبقى كله رجع تاني SI units. في اي سؤال في الجزء اللي هو دبل اي ده؟ لو تمام قولوا تمام. السؤال اللي بعد, في حد بيبعتها؟ اوكي. طيب يقول لي دلوقتي figure 6.1 shows a glass block ABCD is surrounded by air. A ray of red light PQ is incident on face CD of the block. On figure 6.1, draw the normal at Q and the refracted ray inside the block so that it meets face AB. By the way, هو ما دانيش أي angles, ما دانيش refractive index ولا أي حاجة, فأنا برسم sketch يعني بالآخر. فأنا أدي normal at Q, أرسمه 90 degrees على البلوك على CD. أقول أنا دلوقتي كان الـ ray of light هيكمل كده لو ما كانش فيه glass. مادام دخلت من air لglass يبقى أنا slowing down, يبقى bent towards the normal. يبقى أدي الـ ray جوه الجلاس لغاية ما وصلت الفيس AB. طيب قال لي دلوقتي draw the ray emerging from face AB and the normal where the ray emerges. ادي point اللي انا خبطت فيها ارسم من عندها normal. وقلنا مدام عندي parallel sided block او rectangular block يبقى الانجل دي ادي الانجل اللي هخرج بيها او ارسم ray parallel للinitial ray. دي قد دي, يبقى انا عندي الري اللي هو بي كيو ده parallel للي بره خالص وجوه انا عملت bending ناحيه النورمال. طيب بيقول لي دلوقتي between the rays and the normals you have drawn label two equal angles. ممكن اقول له ان دي قد دي واسميهم اكس زي ما هو عايز, او اقول له ان الانجل دي قد الانجل دي واسميهم برضو اكس. وقال لي اي اتنين قد بعض اعمل لهم ليبل اكس. في مشاكل في دي؟ اعديها. بشار اوكي. ثانية واحدة اوكي. طيب بيقول لي دلوقتي the angle of incidence of another ray is 65 degrees. The refractive index, by the way, the angle of incidence في الكيس دي كانت في الـ air. The refractive index of the glass block of the glass, يعني air full وglass تحت, is 1.62. عايز يعرف الـ angle of refraction in the glass. أقول الـ refractive index equals sine الـ angle اللي في الـ air على sine الـ angle اللي في الـ medium
يعني هقول ان 1.62 equal sin the angle of incidence 65 على sin the angle اللي انا مش عارفها بكام جوه الكلاس. بقول ان انا عندي بقى sin 65 over 1.62 كده انا جبت sin the angle اللي انا عايزها. بعدين اعمل shift sin answer تطلع الانجل تقريبا 34 degrees او 34.0 عشان الارقام بتاعتي كانت 3 significant figures. طيب بيقول لي the speed of light in air is 3 times 10 power of 8 meters per second. عايز يعرف الـ speed في الجلاس بكام. اقول له برضو refractive index equal speed in air على speed in glass. ودي برضو تديني 1.62 equals 3 times 10 to the power of 8 فوق والـ speed اللي انا مش عارفها تحت. يبقى السبيد اللي انا مش عارفها 3 times 10 to the power of 8 over 1.62 دي تطلع 1.85 times 10 to the power of 8 واليونت طبعا meters per second عشان دي سبيد. في اي مشاكل في calculations؟ سهلة ولا صعبة؟ في حد بيتلخبط في الحاجات دي؟ طيب بيقول لي دلوقتي for the same angle of incidence the angle of refraction of red light in glass is greater than the angle of refraction of violet light. يعني أنا دلوقتي أدي الباوندري بتاع الاير والجلاس. أنا كنت رايح من اير تحت لجلاس فوق في البلوك. لما كنت نازل بالانجل دي الريد عمل انجل كده الفايلت عمل انجل كده فبقت الانجل بتاعت الريد اكبر من الانجل بتاعت الفايلت. ده اللي هو بيقوله لي. طيب بيقول لي state the term which describes the separation of red and violet light. اقول له dispersion. by the way كلمه dispersion جايه من الverb disperse. disperse يعني يتفرق. طيب دلوقتي السؤال اللي بعده بيقول لي figure 7.1 represents an object O placed in front of a converging lens وعايز يعرف الـ full description بتاعت الـ image I. أولا في حد بيسأل حاجة؟ ممكن C تاني. أنا دلوقتي لما كان بيبقى عندي prism الـ prism ده عبارة عن piece of glass لما كنت بنزل عليه white light من ناحية كان الرد بيبند قليل يعني بدل ما يمشي كده بيبند الناحيه دي والفايلت بيبند كتير. فكره ان انا فرقت الرد عن الفايلت عن البلو عن الجرين عن الحاجات دي كلها ده بنسميه dispersion. فهو بيقول لي اسم البروسيس اللي اللايت فيها بيتفرق اسمها ايه؟ dispersion. في مشاكل؟ ولا جاوبت على سؤالك؟ او مين اللي كان بيبعت؟ نسيت مين اللي كان بعد نادر جاوبت عليك؟ اه اوكي. طيب مبدئيا الايمج بتاعتي اللي هو مسميها اي دي الايمج دي عملتها من intersection of extensions مش real light. يبقى مبدئيا اول property انها virtual. طيب حاجه كمان شكلها كده اكبر من الأوبجكت. ممكن أقول له larger أو عايز أتفزلك عليه شوية أقول له magnified. طيب الاتنين images باصين لفوق يبقى أسميها upright. يعني الأوبجكت والإيمج بتوعه الاتنين باصين في نفس الناحية لفوق فأقول عليها واقفة عدل. طيب بيقول لي using the letters on figure 7.1 identify the focal length. أنا دي احنا كنا قلنا معناها ان انا الفوكال لينث بره وانا عندي دلوقتي ما بين الفوكس وما بين السنتر بس كان عندي في راي معين كده انا عارفه اللي هو كان بيمشي بارلل للاكسس وبعدين بيروح على الفوكس يبقى هي دي الفوكس. اوكي طب هو مش عايز الفوكس هو عايز الفوكال لينث اللي هو من السنتر
لغاية الفوكس. طب السنتر هنا كان مسميه R والفوكال بوينت كان مسميها S، يبقى أقول له الديستنس هي RS، ده الفوكال لانث بتاعه. في حد ما فهمش اللي أنا عملته دلوقتي؟ في حد كان عنده مشاكل في الفوكال لانث جبته منين؟ اوكي الناس ما تفضلش تسكت وبعدين تسألني بعدين، لو حد عايز يسأل في الحتة دي يسأل دلوقتي. اوكي طيب نبس. طيب عايزني ارسم على على الدروينج دي an eye في suitable place. دايما الاي يستحسن ارسمها في الناحية اللي الريز رايحة لها، الاكتشوال ريز رايحة لها. يعني انا محتاج اللايت يدخل عيني اصلا عشان اشوف، فانا بشوف الريز رايحة فين واحط الاي ناحية ده. ده السيمبل بتاع الاي بتاعي. اوكي طيب الرسمة اللي تحت بيقولي figure 7.2 shows an object O. في حد بيسأل حاجة؟ ممكن حتى دي تاني بتاعت الاي. انا كده كده احنا قلنا بنشوف بان الالكتروماجنتيك ويفز بتدخل عيني وتنديوس كارنت في الريتنا، فانا عشان اشوف اصلا عشان ابص لازم اللايت يدخل عيني، فانا هشوف الريل لايت اللي هم السوليد لاينز رايحين فين. هي بس نشيل الدوشه دي. انا عندي الريل لايت اللي هو السوليد لاينز بالاروز كده، دول كانوا رايحين لليمين، فانا هرسم الاي ناحيته بحيث ان اللايت يكون رايح للاي عشان اعرف اشوف. جاوبت على السؤال؟ طيب بيقول لي الفيجر اللي تحت في عندي اوبجكت او بليست تو ذا ليفت اوف ا كونفرجنج لينس، ا برينسيبال فوكس اوف ذا لينس از ات ذا بوزيشن ماركت اف، اللي على الشمال على اليمين دي. طيب بيقول لي على الفيجر 7.2 عايز ارسم rays to rays عشان الاقي مكان الايمج بتاع O. قلنا في اتنين rays سهلين اللي هو بيبقى parallel للاكسس، في الكيس دي هيبقى horizontal. وده بينزل على البرنسبل فوكس من الحته بتاعه اللاين اللي في النص، او منزله لتحت مش تحت اي حته وخلاص، لا تحت لازم يعدي على اف دي. اوكي يعدي على اف، والري الثاني قلنا بيروح على الاوبتيكال سنتر ويكمل على طول. ادي اهي من عندي هنا، معلش الألم بتاعي تعب. اوكي ادي الري اوف لايت اهو، ده اللي رايح على الاوبتيكال سنتر ويمكمل على طول. فانا كده رسمت الاثنين رايز بتوعي، ناقص بس ارسم الاروز اللايت رايح فين. كان ماشي بارلل نزل على الفوكس، كان رايح للاوبتيكال سنتر كمل على طول، وقال لي draw one other ray from the upper tip of O عشان الاقي الايمج. باي ذا واي دي الايمج اللي هنا دي، فانا هرسم منها ناحيه البرنسبل اكسس، يبقى ده الايمج بتاعي. ما قاليش اسميها اي حاجه، بس اهي اديني كتبتها وخلاص. في حد كان بيسال سؤال لازم يعملوا انترسكت؟ ايوه الفكره كلها بتاعت الايمج ان هي انترسكشن اوف ريز. يعني انا في السؤال بتاع اللينس ده الايمج كانت عند الانترسكشن بتاعت الاكستنشنز، في سؤال الميرور برضو عملت اكستنشنز لورا عشان يعملوا انترسكشن. ايمج يعني انترسكشن اوف ريز، لو الريز دول حقيقيين تبقى دي ريل ايمج، لو الريز دول كانوا اكستنشن بتوع ريز تانيين يبقى ده فيرتشوال ايمج.
فانا لازم اعمل extension. سوري بعمل intersection. طيب قال لي عايز ارسم ray تالت. انا عارف ان في ray تالت بيعدي من الفوكس ويروح parallel. بس كده كده برضو انا متأكد ان الray of light ده لازم يكون معدي من المكان بتاع الايمج. فانا هرسم line كده parallel للاكسس. وحاول احطه هنا. يعدي من عند الايمج. زي مثلا ادي مكان بتاع الايمج كان تحت شوية. وطوله الورق. ده الري اوف لايت اللي خارج. وده لازم يكون اصلا جاي من الاوبجكت. فانا ارسمه من هنا ومطلعه ناحية الاوبجكت بتاعي. طيب في حد شكله عايز يسأل حاجة؟ في حد فتح المايك وعايز يسأل حاجة؟ في أي مشاكل في الري التالت ده؟ في حد عايز يعرف جا منين أو رسمته إزاي؟ مستر هو أنا ليه ما حسبتش من الإف اللي هو اللينس وحسبت كمان نفس الديستنس دي حطها الناحية التانية دي طريقة تانية. أنا ممكن أقيس الديستنس دي كام؟ وأقيس زيها الناحية التانية. كده جبت مكان الفوكال بوينت اللي على الشمال. وبعدين بقى انزل ray of light من الاوبجكت من الهيد بتاع الاوبجكت ناحيه العدسه ولما يخبط اطلعه parallel للبرنسبل اكسس. ارسمها كده الاثنين هيطلعوا نفس اللاين بالظبط. اوكي في مشاكل؟ في حد عنده اي مشاكل؟ خلينا ننقل على اللي بعده. طيب بيقول لي عندي figure 7.1 shows a convex lens being used to produce an image of an object. عايزني describe ال image دي. هل can be formed on a screen؟ اولا دي extensions of light يعني غلط. طيب diminished يعني صغرت؟ لا هي شكلها اكبر من الobject. enlarged ادي اول تك عندي. طب inverted يعني فوق تحت وتحت فوق؟ لا الاوبجكت والايمج الاثنين باصين فوق. طب real؟ لا مش real عشان extension of light. طيب same size؟ لا مش same size عشان اكبر. upright؟ الاثنين باصين فوق. virtual؟ عشان معموله من extension of light extension of ray. طيب بيقول لي on figure 7.1 mark a letter e to indicate a possible position for an eye. is احط عيني فين او اتفرج منين؟ الrays of light جايه من هنا يبقى ادي الاي. معلش ارسم سيمبل بتاع اي. قال لي احط بس اي. طيب state an application in which a convex lens is used in this way. يعني عايز اشوف الحاجه معدوله بس كبيره شويه. دي اللي احنا كنا بنسميها magnifying glass او magnifying lens. زي العدسة المكبرة. طيب السؤال اللي بعد بيقول لي in the space blue draw a ray diagram to locate the image of an object of height 1 centimeter placed 5 centimeters from a convex lens. معليش يمين ولا شمال. والفوكال length 2 centimeters. Draw your diagram full size. يعني هجيب المسطرة وأقيس كل الحاجات دي وعايزني أعرف إزاي allocate the center of allocate the lens roughly in the مش عارف إيه. عايزني أرسم line بس. يعني أدي دلوقتي أدي ال principal axis بتاعي. أنا مش هرسم عدسة. عايزني بس أرسم line يرepresent the center بتاع العدسة. هقيس بالمسطرة
الفوكال لينث الاول 2 سنتيمتر لليمين 2 سنتيمتر للشمال وادي البوينتس اللي اسمها فوكس ممكن تسميهم اف وقال لي هحط على ديستنس 5 سنتيمتر اوبجكت فانا اقيس 5 سنتيمتر من السنتر يمين او شمال باي ذا واي مش فارقه بقول الاوبجكت بتاعي موجود في الحته دي قال لي الهايت بتاعه 1 سنتيمتر هقيس 1 سنتيمتر لفوق باي ذا واي ممكن تكون الناس بتطلع اللينث غلط عشان ما بتعملش الانجل دي 90 degrees يعني ممكن تكون الديستنس بتاعتي غلط عشان ما عملتش الانجل بتاع الاوبجكت مع البرنسبل اكسس 90 degrees رسمتها كده حبي طيب فانا كده قست الديستنس دي 1 سنتيمتر زي ما قال لي قست الديستنس دي 5 سنتيمتر والديستنس دي 2 والديستنس دي برضو 2 سنتيمتر طيب ايه اللي عايز بقى استخدم الحاجات اللي انا رسمتها دي عشان اعرف مكان الايمج بتاعتي خلينا نرسمها بلون تاني احنا كنا بنرسم ray parallel للاكسس يخبط في العدسة في central line وبعدين يروح للفوكس اطوله لان انا مش عارف الانترسكشن هيحصل فين وكان في line تاني برسمه من الاوبجكت رايح ناحية الاوبتيكال سنتر وبيكمل على طول لقيت الانترسكشن حصل في البوينت دي يبقى انزل منها على البرنسبل اكسس لاين بقول ادي الهيد بتاعي ما دام الريس كانت طالعه من الهيد يبقى هتنترسكت عند هتنترسكت عند الهيد في مشاكل في الرسمه دي في الموديل انسرز باي ذا واي اللي عندكم ممكن تكون ممكن اكون حاطط الاوبجكت على الشمال مش مشكله هو ما قاليش احطه يمين ولا شمال طيب باي ذا واي البروبرتيز بتاعت الايمج دي ريل عشان ما عملتش اكستنشن لاي حاجه انفرتد لان في الكيس دي الاوبجكت كان مشاور فوق ادي الاوبجكت والايمج كان مشاور تحت ادي الايمج وكانت في الكيس دي الايمج اكبر من الاوبجكت فور اكزامبل يعني باي ذا واي المفروض تطلع اصغر من الاوبجكت المفروض عندكم انتوا الرسمه تطلع سمولر لو رسمتها لو رسمناها تو سكيل مظبوط انا حسبتها في دماغي انتوا المفروض ما تحسبوهاش مش مشكله يعني. اوكي فانا دي ده المنظر بتاع الايمج اللي المفروض تطلع يعني. اوكي السؤال اللي بعده سؤال حلو طيب بيقول لي what is meant by total internal reflection كنا كتبناها قبل كده ray of light incident with angle greater than the critical reflects in the denser medium. احنا كنا كتبناها كلام كتير عشان كان عندي درجات كتير ساعتها لكن انا عندي درجه واحده فانا اختصرت الكلام شويه لو عندي ray of light نازل بانجل اكبر من critical في dense medium هيرفلكت وخلصت له الجمله طب ايه هي critical angle احنا كنا قلنا لو عندي ادي boundary وادي normal وعندي ray of light نازل على الحته دي وده dense وده less dense لو دي critical يبقى هيطلع المفروض parallel للsurface يعني الانجل اللي بره 90 degrees دي كان اسمها critical angle اللي هي اصلا angle of incidence يبقى اول حاجة في definition بتاع critical angle هي angle of incidence that gives angle of refraction degrees. دي كانت الانسيدنس اللي فوق والرفراكشن كانت في الكيس دي تحت. تمام؟
السؤال اللي بعده بيقول لي figure 7.1 shows a ray of light traveling in air incident on a glass prism. طيب مديني angles كده معينة. بيقول لي the speed of light in air is 3 times 10 square meters times 10 square of 8 meters per second. Its speed in the glass is 2 times 10 square of 8. عايزني احسب refractive index. Refractive index of mean of the glass. يعني ال air فوق والglass تحت. دي تطلع 1.5. طيب عايز مني ايه بعد كده؟ بيقولي show that the critical angle for the glass in air is 42 degrees. ثواني بس في حد هيدخل. Okay. طيب ازاي اجيب critical angle؟ احنا كنا بنقول ان critical angle هي angle of incidence جوه الميديم لما كانت الانجل بره الميديم ب 90 degrees. او اقدر احفظها على طول ان m equals 1 over sin c عشان sin 90 ب 1. طب انا عايز critical angle نفسها يبقى احطها subject. sin critical angle equals 1 over n. طيب ال refractive index انا كنت حسبته ب 1.5 يعني sin الانجل equal 1 over 1.5. نحسب 1 divided 1.5 ونعمل shift sign answer. هكتب له اللي طلع لي 41.8 واقول له approximately اللي هو عايزه. ده اللي هو عايز يشوفه في الانسر. في حد بيسأل حاجة يا مستر؟ انا عندي كلاس تاني. اللي عنده حاجة تانية ممكن يخرج مش مشكلة. طيب بيقول لي دلوقتي on figure 7.1 draw carefully without calculation the continuation of the ray through the prism into the air. طب هو ليه بيقول لي carefully وليه الموضوع عليه كذا درجة؟ خلينا في حد كان بيسأل حاجة. شريفة كانت بتقول ايه؟ سوري شكرا. بتقول لي مش فاهمة دبل اي. دبل اي احنا كان في equation اصلا بتاعت الرفراكتيف اندكس. دي الايكويشن بتاعت الرفراكتيف اندكس كان بيبقى اير بره سوري اير فوق والميديم تحت. طب لو الانجل اللي في الاير 90 ده اللي حصل اصلا في الكريتيكال انجل ان الاير الانجل فيه كان ب 90. كنا بنسمي الانجل اوف انسنس اللي هي جوه الميديم يعني كريتيكال انجل. فجيت احطها في الايكويشن لقيت اللي تحت كان اسمه critical angle فساين سي واللي في الاير فوق ساين 90. ساين 90 ب 1. فيبقى عندي equation تانية اقدر استخدمها على طول ان refractive index equal 1 over sin critical angle. وبعدين قمت واخد ال equation دي وحطت اللي انا عايزه subject. جاوب بتاع السؤال ولا لسه في مشكلة؟ بيقول لي عايزني بقى اكمل الري. انا عرفت دلوقتي ان critical angle تقريبا 42 degrees. لو انا جيت اكمل الري ده اولا الري نازل perpendicular على السيرفس ده بيحصل له refraction بس ما بيحصلوش bending. يعني لو سالني في البوينت دي حصل refraction ولا لا اقول له اه حصل refraction. explain your answer there was a change in speed. طب ليه ما عملش bending عشان كان نازل ب 90 degrees to the surface. طيب هنا انا مش نازل ب 90 degrees to the surface. طب انا عايز اعرف انا نازل ب angle of incidence كام. لو انا فاهم geometry كويس الانجل دي 90 والانجل دي 60 يبقى دي هعمل 180 minus 90 minus 60 تطلع 30 degrees. بس دي مش مهمة بالنسبة لي. دي المهمة بالنسبة لي. الانجل دي 60 degrees. الفكرة بقى ان 60 أكبر من الـ 42 يعني أكبر من critical. فأنا هنا مش هطلع بره الجلاس هيحصل لي total internal reflection. يعني المفروض هعمل بنفس الأنجل كده وأقوم نازل هنا دي 60 برضو وأقوم نازل عند الحتة دي. حد بيسأل حاجة؟ مستر سوري I'll be leaving cause ماشي. طب انا دلوقتي قال لي عايز اكمل بره الـ
البريزم كمان. الانجل دي باي ذا واي شكلها صغيره, يعني الانجل هنا شكلها صغيره اقل من 42 بكتير, فغالبا هطلع الناحيه الثانيه. بس وانا طالع ببند اواي فروم ذا نورمال لان انا خارج من جلاس لاير سبيد اب, يبقى هبند الناحيه دي. يبقى دي الرسمه بتاعتي. الاول هنا حصل توتال انترنال ريفلكشن لان بالجيومتري كده فهمت ان الانجل دي 60 والكريتيكال انجل كانت 42, فانا 60 اكبر من كريتيكال انجل يعني يحصل توتال انترنال ريفلكشن, فقمت عامل لها ريفلكشن الناحيه الثانيه. بس لما جت خبطت هنا لقيتها عامله انجل صغيره فقلت هبند اواي فروم ذا نورمال وخلاص وانا خارج. في اي مشاكل في الرسمه دي؟ في حد لسه بيرسم عايز نسيبها له؟ طب مصر هو هنا في الـ في الـ في الاخر خالص لازم اقيس الانجل؟ لا هو قال لي without calculation مش لازم اقيس اي حاجه. تمام. حد كان بيبعت حاجه على الشات؟ انا برسم. طب لما تخلصوا رسم خلصت ولا لسه؟ طيب نشوف اللي بعده. ثانية واحدة. الصورة راحت صح؟ الصورة راحت ولا لسه موجودة؟ راحت بس. كده رجعت ولا لسه؟ رجعت ولا لسه؟ اوكي. طيب يقول دلوقتي a ray of light passes through a length of curved optical fiber, draw a diagram showing the fiber and the path of the ray of light. انا هرسم اتنين curved lines كده parallel لبعض, واحنا الراي اوف لايت بيدخل بيمشي جوه الاوبتيك فايبر باي توتال انترنال ريفلكشن. انا هرسم ادي راي اوف لايت اهو هيخبط هنا ارسم له نورمال هيرفلكت بانجل قدها يخبط هنا ارسم له نورمال يطلع الناحيه الثانيه يخرج. ده اللي هو عايز نرسمه. طيب بيقولي describe one use of optical fiber in medicine. You may draw a diagram. In medicine اللي هو الاندوسكوب يعني. اللي هو بيبقى عندي اثنين فايبرز. كرسم اثنين فايبرز اثنين لاينز كده وخلاص. وقول ان انا عندي هنا light source. ممكن اقول ان انا عندي هنا مثلا lens. او اقول ان انا عندي sensor. وهيتوصل بكمبيوتر. واقول ان انا عندي هنا اورجن معين اي حاجه بتفرج عليها. اقول ان اللايت بيدخل وبيرفلكت بس. اكتبها له ازاي؟ اقول له two optical fibers. في حد بيسال حاجه؟ اطلع فوق ثاني. الموضوع مش صعب احنا رسمناه قبل كده. طيب تحت اقول ان انا عندي two optical fibers are inserted
into a body or into the body. One fiber. Carries light from the source to illuminate the organs where the light is reflected into a second fiber. بس ناقص حاجة بس عشان اخد الدرجة كاملة اقول له ان اللايت travels by total internal reflection. By the way انا مش مسموح لي اعمل الاختصار ده لازم اكتب له total internal reflection كاملة. اوكي هسيب لكم دي تنقلوها. اوكي خلصتوا ولا لسه؟ عمر انت كنت بترسم خلصت ولا لا؟ اه تمام يا مستر. طيب نشوف اللي بعده. سوري معلش في حاجه برضه حصلت. زوم مغلس النهارده. اوكي خلينا ننزل تحت تاني. اوكي باقي السؤال نرجع السكرين بس. اوكي بيقول لي دلوقتي draw a straight line from each wave on the left to most appropriate speed. A light in air. أنا عارف إن هي 3 times 10 power of 8. دي كده كده أنا حافظها فأنا هوصل على طول على 3 times 10 power of 8. طيب microwaves in vacuum. الاتنين دول نفس الحاجة أصلاً. الاتنين electromagnetic waves. فدي برضو 3 times 10 power of 8. طب a sound in steel. A sound by the way. احنا كان المفروض نحفظ ان في الاير بيبقى تقريبا من 300 ل 360 meters per second. في الووتر كان بيبقى تقريبا 1500 meter per second. في السوليدز بيبقى في حدود 5000. فانا هدور على حاجات بالالافات. طيب 90 لا 6000 ممكن 100000 لا كتير قوي 1 مليون كتير برضو. فانا هتعامل بس مع ال 6000. طيب بيقول لي the refractive index of a block of glass is 1.5. في حد بيقول حاجه؟ في حد عايز يسال حاجه ولا دي كانت توشه؟ اوكي طيب refractive index of a block of glass is 1.5. use your value of the speed of light to calculate the speed of light in the block. طيب اللي انا حسبته لللايت كانت ده السبيد ان اير. فاقول
refractive index of a medium يعني air فوق وmedium تحت يعني 1.5 equals 3 times 10 to the power of 8 over the speed اللي أنا عايزها تطلع على speed اللي أنا عايزها 2.0 أو 2 times 10 to the power of 8 meters per second. أنا طلعت على speed فوق للشمال ونزلت ال 1.5 تحت اليمين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي figure 7.1 shows a box ABCD وعندي prism فوق بيقول لي the box contains two identical glass prisms one of which is shown with light incident مرسوم برضو وبيحصل total internal reflection عند the surface بتاع prism من جوه بيقول لي in figure 7.1 complete the path of the ray of light through prism 1 وقال لي total internal reflection وده نازل ب 90 degrees يعني الأول هيدخل عادي يجي هنا يحصل له total internal reflection يقوم نازل تحت لو كنتوا تفتكروا احنا كنا خدنا الاكزامبل ده هينزل برضو ب 90 degrees ويكمل لتحت انا طبعا المفروض ارسمه بمسطرة وهيخبط هنا برضو ب 90 degrees طيب انا دلوقتي بيقول لي on figure 7.1 draw a second prism inside the dash dash square position so that the light reflects inside the glass برضو يحصل total internal reflection تاني and emerges from the box as shown طب انا دلوقتي عشان يحصل total internal reflection لو كملت الray of light ده جوه عشان كان نازل ب 90 وكملت ده كده ايه بيتقابل في الحته دي لما اجي ارسم انا الجلاس بريزم ارسمه parallel للسايد ده اعمل سايد كده parallel للسايد اللي فوق ويبقى هو ده جلاس بريزم بتاعي تقول لي طب انا ليه ما رسمتوش تحت ليه ما رسمتش السايد الزرقاء دي الناحيه الثانيه اقول لك لازم اللايت يدخل جوه البريزم عشان يعمل total internal reflection فانا ما ينفعش احط البريزم هنا في مشاكل في الرسمه دي في حد مش فاهم ليه حطيت البريزم كده طب في حد فاهم ليه حطيت البريزم كده في حد بيسال انا مش فاهم الحته دي طيب انا دلوقتي خلينا نرسم رسمه اكبر شويه انا دلوقتي لو كان في ray of light جاي على surface ب 90 degrees كان بيدخل عادي لو كان نازل وهو خابط هنا جوه جلاس ده جلاس ده كل ده جلاس لو خبط في الحته دي بانجل اوف انسنس اكبر من كريتيكال مش هيطلع هيحصل له توتال انترنال ريفلكشن لو نزل ب 90 degrees هيكمل عادي انا بقول بقى ان هو كمل عادي لغايه ما حصل له توتال انترنال ريفلكشن تاني يعني انا هنا عند الحته البوينت دي حصل توتال انترنال ريفلكشن فلازم السيرفيس بتاعي يبقى عامه هنا ولازم يكون parallel لده يعني السايد ده لازم يكون parallel للحاجة اللي أنا هرسمها هنا عشان يطلع الاثنين rays دول parallel لبعض فأنا أقول مبدئيا في surface كده فأنا فهمت surface بتاع البريزم بس total internal reflection اسمه internal يعني لازم يكون بيحصل جوه الميديم يعني لازم الحتة دي هي اللي تكون glass الحتة اللي اللايت مشي فيها فأقول البريزم شكله كده جاوبت على السؤال؟ آه شكرا أوكي في حد تاني كان بيبعت حاجة برضه شات شوية يطلع شات ماشي مش مشكلة طيب بيقول لي دلوقتي select the statements that correctly describe the necessary conditions for the light to undergo total internal reflection عايز اثنين بس صح طيب ال angle of incidence in the glass less than the critical angle لا انا عايزها تبقى greater ال angle of incidence in the glass greater اه دي صح طيب بيقول لي the angle of reflection in the glass is equal to the angle of refraction اصلا ما فيش refraction في total internal reflection انا ما بعديش ناحيه ثانيه اصلا
انا برفلكت بس يبقى الجمله دي غلط. طيب speed of light in glass is greater than the speed of light in air. لا دايما في الاير greatest اللي هي 3 times 10 to the power of 8 فالجمله دي غلط. طيب the speed of light in glass is equal to the speed of light in air. لا اثنين mediums مختلف ميديا مختلفين يبقى اثنين speeds مختلفين. طيب speed of light in glass is less than the speed of light in air. الجمله دي صح. في مشاكل في السؤال ده؟ في حد عايز يسأل أي حاجة؟ السؤال ده ما فيهوش مشاكل. خلينا مثلا نروح لـ question 21. يقول لي figure 6.1 represents the electromagnetic spectrum. رسم لي radio waves ومايكرو waves بعدين A بعدين visible light بعدين B C D. عايز يعرف أسامي الحاجات دي كلها. أنا مفروض أصلاً حافظهم بالترتيب. ريمي فوكس جي. راديو مايكرو انفراريد. الفيزبل لايت اللي هو الفي اوريدي موجود. اللي بعد الفي البي الترا فايلت. بعد كده السي هتبقى اكس رايز. واخر حاجه جاما رايز. انا ممكن اكتب الجاما كده بس لو حد كتبها واي يبقى كانه ما كتبش اي حاجه. الجاما هي زي الالفا بس لفوق. طيب يقول لي دلوقتي a source emits visible light. Figure 6.2 shows a ray of red light from the source incident on the face XY of a glass prism at point S. ماشي. بيقول لي the angle of incidence I of the ray is 35 degrees. عندي دي 35 degrees. Refractive index of the glass 1.5. طيب بيقول لي calculate the angle of refraction of the glass. يعني انا عندي عايز اعرف refraction جوه هتبقى بكام. وقال لي index of the glass يعني ال 1.5 دي هي sine الانجل اللي بره اللي هو اداني 35 over sine الانجل اللي جوه اللي انا ما اعرفهاش بكام. اقول ان انا عندي الاول sine 35 divided 1.5 وبعدين اعمل shift sign answer تطلع 22.5 degrees. معلش المكان بتاع الانسر اتشال. طيب بيقول لي عايزني ارسم على الفيجر دي الريفراكتد ray at face xy وبعد كده لما يروح ل xz ويخرج وعايز اسمي الray ده R, the red light. وبعدين بيقول لي array of blue light follows the same path. وعايز نرسمه. في حد كان بيقول حاجة. في حد كان عايز يقول حاجة. اوكي خلاص. طيب انا array of light اصلا كان هيمشي ازاي لو ما كانش فيه glass اساسا. كان المفروض يكمل كده. طيب لما انا دخلت جوه glass المفروض يحصل لي bending towards ده نورمال عشان هبطأ. الرد مش بيبند كتير. فانا ارسمه كده مثلا. لما يجي يخبط هنا واجي ارسم نورمال الاقيه بيبند away from the normal يروح كده مثلا. فده اول ray. طيب البلو لايت بيبند اكتر من الرد. فانا ارسمه ناحيه النورمال اكتر. ولما اجي ارسم له نورمال الاقيه بيبند away from the normal اكتر. يعني هما بيبعدوا عن بعض جوه البريزم وبعدين بيبعدوا عن بعض اكتر بره البريزم. وقال لي اسمي البلو راي بي والريد راي ار. كده انا خلصت الرسمه بتاعتي. ما طلبش مني اي انجلز ما طلبش مني اي حاجه. هو قال لي ارسم بس شكل الباث عامله ازاي ان جنرال. في مشاكل في السؤال ده؟ سؤال يا مستر. هو كده الريد عنده هاي سبيد من البلو؟ جوه الجلاس. وبره جلاس بره جلاس كله بيمشي ب 3 times 10 to the power of 8.
تمام. أوكي. شكرا. السؤال اللي بعده نفس السؤال بتاع الريفراكتيف اندكس بس المره دي قال لي بتاع ميه والريفراكتيف اندكس 1.33 هحسبها بالطريقه العاديه اقول ان انا عندي 1.33 equals the speed في الاير 3 times 10 to the power of 8 على السبيد اللي انا مش عارفها وطلع على السبيد اللي انا عايزها وخلاص. طيب بيقول لي figure 7.1 shows the parallel wave fronts of light wave in air incident on a boundary with a transparent plastic يعني هباس through انا مش هعمل reflection هعمل refraction. بيقول لي دلوقتي draw the positions of the four refracted wave fronts in the plastic. قلنا انا ممكن اكمل الري الدايركشن بتاع الويف دي لغايه المخبط ارسم نورمال 90 degrees على الباوندري واقول ان انا هبنت towards the normal لو انا رايح لدنسر ميديم. في المره دي البلاستيك طبعا دنسر ذان الاير فانا المفروض ابنت كده. ممكن اكمل اللاين ده لورا شويه عشان ارسم بيربنديكولار هقيس ب 90 degrees واشوف كل ويف فرونت خبط وارسم 90 degrees على الدايركشن اللي انا رسمه ده. يعني ده هيبقى 90 degrees عامل كده والباقيين ارسمهم parallel ري. ده لو كملته كده يبقى عامل 90 degrees مع الارو اللي انا رسمته ده. طيب بيقولي دلوقتي draw an arrow to show the direction of travel of the refracted wave already رسمناه. طيب بيقولي label the angle of refraction دايما ما بين ال direction وال normal وقال لي سميها r. في مشاكل في الرسمه دي؟ لو في مشاكل قولوا لو ما فيش قولوا تمام. يا ايها القوم لو حد عايش يقول اي حاجه مستر ممكن يجوز ايه تاني. طيب احنا دلوقتي عامه لما بسلو داون اي بند توردز ذا نورمال صح؟ طب انا عندي الري اوف لايت كان المفروض يكمل كده اصلا ده الاوريجينال باث بتاعي فانا قلت هبند ناحيه النورمال. انا الاول رسمت الدايركشن وكملته لغايه ما خبطت في الباوندري وبقول من عند الحته اللي انا خبطت فيها بقى دي هرسم النورمال اللي هو 90 ديجريز على الباوندري وقمت راسم الديفليكشن بتاعي الدايركشن اللي هو كان عامله في الاول ده خليته يميل ناحيه النورمال فبقى بالمنظر ده وبعدين قمت واخد كل حته خبطت من الويف فرونتس وقمت راسم منها 90 ديجريز على الدايركشن الجديد. يعني ادي الدايركشن اهو لو انا عايز ارسم ويف فرونتس الويف فرونتس هتبقى كده بس برسم الويف فرونتس دي منين؟ من الحتت اللي كانت خبطت في الباوندري ما بين التو ميديان. تمام؟ لو بتاع السؤال؟ أو شكرا. أوكي. طيب دي رسمة بتاعت لانسز عملنا زيها كتير. Reflected wave عايزني أوكي خلينا نشوف الرسمة دي. بيقول لي دلوقتي إن أنا عندي في لايت برضو نازلة على باوندري ما بين اير وجلاس. وعايزني ارسم حاجتين reflected وrefracted. احنا قلنا كان في طريقه سريعه للreflected والrefracted ان انا دلوقتي بقيس الانجل دي كام وبقيس زيها الناحيه الثانيه وخلاص. برسم ادي الويف فرونتس بتوعي نرسمهم كده parallel لبعض الاول بعدين نبقى نطول. طب تقول لي انا مش فاهم الفكره دي. اقول لك نرسم الدايركشنز الاول. اقول لك انا دلوقتي ده الدايركشن الانيشال بتاعي. خبطت هنا. لو جيت ارسم نورمال
المفروض الانجل اوف انسيدنس قد الانجل اوف ريفلكشن. فانا لو قست الانجل دي وقست زيها الناحيه الثانيه عشان ارسم الريفلكشن بتاعتها هلاقي الدايركشن بتاعي عامل كده. سوري خلينا نعدلها شويه. ده الدايركشن بتاع الريفلكشن. هلاقي فعلا الويف فرونتس اللي انا رسمتهم عاملين 90 ديجريز مع الدايركشن الجديد. في مشاكل في دول؟ في مشاكل في ازاي رسمت الريفلكشن؟ انا كان عندي لاينز ويف فرونتس اوريدي مرسومين، عملت انجل زي اللي اول واحده دي وقمت راسم الناحيه الثانيه زيها فهتطلع مظبوطه على طول. طيب الريفراكشن، انا رايح من اير لجلاس، يعني المفروض ابنت توردز النورمال والويف لينث يقل. في طريقه سريعه برضو انا ارسم الريفراكشن بالاحمر. اقول ان انا عندي دلوقتي لو عملت بندنج الناحيه دي زي مثلا، خلينا بلاش دي، لو انا عملت بندنج كده وجيت ارسم الاثنين دول الاقي الويف لينث بتاعي كبر، انا عايز الويف لينث يقل عشان السبيد قلت، فانا دي ما تنفعش. يبقى امسح دول واخليها تبند الناحيه الثانيه، انا خليتها تبند لليمين دلوقتي هخليها تبند للشمال. وارسمهم بارلل لبعض. اجي اشوف الويف لينث دلوقتي عامل ازاي، الاقي الديستنس دي فعلا اقل من الديستنس الاولانيه اللي هو كان رسمها، فانا كده رسمت صح. طب تقول لي الدايركشن دلوقتي عامل ازاي، اقول له بيربنديكولار على الويف فرونت، الاقيه فعلا قام رايح ناحيه النورمال. انا كنت همشي كده وحودت ناحيه النور. طيب يبقى دول الريفراكتد، التانيين دول كانوا الريفلكتد. نسيبها لكل اللي عايز ينقل. تمام، في مشاكل في السؤال ده ولا اوكي؟ اللي تحت نفس الفكرة. في حد عنده سؤال في الأسئلة بتاعت اللايت؟ انا هسيب لكم الثلاث اربع أسئلة الباقيين دول تحاولوا تحلهم لوحدكم، انتوا كده كده عندكم الانسرز بتاعت الباس بيبرز. ممكن تدخلوا على الواتساب جروب، تروحوا للميديا اند لينكس، شوفوا الدوكيومنتس هتلاقوا الانسرز موجوده في PDF.